صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الفل عليك يا منة. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. الحقيقة إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقوم بدور وطني ومهم جدا في معالجة عدد من القضايا الاجتماعية، على رأس هذه القضايا قضية مكافحة الإدمان. يمكن كلنا تابعنا دراما المتحدة عبر الشاشات، شفنا قد إيه في حرص شديد على إن الأعمال تكون خالية تماماً من أي مظاهر للإدمان والمخدرات، حتى كمان نسبة مشاهد التدخين انخفضت بشكل كبير جداً، لدرجة إنه كان في 5 أعمال في رمضان اللي فات مفيش فيهم ولا مشهد واحد فيه تدخين. طبعاً ده دور توعوي ودور وطني بتقوم بيه الشركة المتحدة اللي بتقدم دراما مسؤولة ورشيدة، تحس كده إنها بتتناول فيها مختلف أنواع القضايا الاجتماعية اللي طبعاً أكيد بينهم قضية التعاطي وقضية الإدمان. كمان الشركة المتحدة أطلقت حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات وإزاي الأسر تقدر تتعامل مع المشكلة دي، وإيه هي وسائل العلاج المختلفة والمتاحة اللي بتوفرها الدولة المصرية، لأن لفترة طويلة جداً الناس والأسر قعدت في كرب شديد إنها مش قادرة تتحمل كلفة المصحات الخاصة. صحيح. ومش قادرة تتحمل التكلفة العالية ومش قادرة تتحمل نظرة المجتمع، فبيبقوا محطوطين الأسرة والمتعاطي أو المتعافي أو اللي بيحاول يتعافى في كورنر كده، إن هو المجتمع رافضه، المجتمع رافض أسرته، فأسرته مش عارفة تساعده، والإرهاق المادي بيبقى عليهم بيبقى صعب جدا. الدولة عاملة حاجات كتير قوي. من الدراما ليها دور مهم جدا، فكرة المسلسلات أو الأفلام نقدم فيها نماذج شوية تبعد عن التدخين أو غيره عشان الشباب ما يحاكيش هذه النماذج أو يقلدها، ده دور مهم جدا، رسالة توعوية مهمة جدا بتقوم بيها الدراما، تقديم مضمون هادف. وكمان حملات التوعية، حملات التوعية احنا بنفتكر انها بعض الحاجات الفيديوهات البسيطة السريعة، لكن الفيديوهات دي بالمناسبة بيكون لها تأثير كبير كمان على المشاهد لو كانت معمولة ومصنوعة باحترافية شديدة. لا، بتقدم رسالة فيها توعية بمخاطر الإدمان ومخاطر التدخين. كمان إلى جانب الدور التوعوي اللي بتقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، امبارح شفنا حضراتكم وزيرة التضامن الاجتماعي وهي بتوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها في المساهمة في حملات التوعية وحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة. ده ظهر من خلال الحد زي ما قلنا من شوية من مشاهد التعاطي في الدراما وإبراز خطورة تعاطي المواد المخدرة على الشباب. تأكيد كل ده هيفرق جدا في شكل المجتمع يا محمد، وهيفرق جدا مع الناس. الناس لما عينيها ما تبقاش متعودة على منظر الشباب ومنظر الرجال ومنظر السيدات في الدراما وهم طول الوقت ماسكين سجاير في ايديهم او بيتعرضوا لوسائل التدخين المختلفه، لما العين ما تتعودش. صحيح. على المنظر ده بعد شويه اجتماعيا هنلاقي في المجتمع محدش قابل المنظر ده كتير. وقايه الاسر المصريه وقايه الشباب من خطر الادمان وخطر التدخين بصفه عامه دور مهم بتقوم بيه الشركه المتحده من واقع مسؤوليتها ودورها الوطني. مره تانية بنصبح لحضراتكم، جمعتكم مباركه وزي الفل. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.
خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، وزي ما انت قلت جمعة مباركة يا رب إن شاء الله. والجو أعتقد إن احنا هيبقى فيه يعني درجات الحرارة معتدلة شوية إن شاء الله. عظيم. إن شاء الله بإذن الله. بنصبح مع حضراتكم مرة تانية وهقول لكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في ارتفاع في نسب الرطوبة وده هيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع، ده بقيم بتتروح من 2 ل 3 درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع بالأمس لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وكمان تقنين أوضح. بالأمس أيضا مناسبة احتفال بذكرى ثورة 30 يونيو تم الإعلان عن تخفيضات خاصة يوم الأحد المقبل يوم 30/6 من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية. تفاصيل وأخبار أكثر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها. شهد الاجتماع الإشارة لأهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية مع ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فعالية لتأمين رحلات النقل حرصاً على سلامة المواطنين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة شهد تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللي شملت الدورات 47 من كلية الحرب العليا و53 من كلية الدفاع الوطني و25 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات. أيضاً دورات 73 أركان حرب عام و45 و46 أركان حرب تخصصية من كلية القادة والأركان اللي شملت دارسين من مصر و23 دولة شقيقة وصديقة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة. امبارح وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو تم الإعلان عن تخفيضات خاصة يوم الحد 30/6 من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمشاركة 69 مول تجاري و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة، إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي ليصبح إجمالي فروع الكيانات المشاركة 3315 فرع بجميع أنحاء الجمهورية. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في المنيا تم تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها. في الدقهلية تم صرف 1,419,000 جنيه مساعدات الأسر الأولى بالرعاية. أما بقى في كفر الشيخ تم تقديم خدمات طبية ل 1230 مواطن بالقافلة الطبية المجانية، وفي بني سويف تم فتح باب التقدم لمعهد تمريض التأمين الصحي بحد أدنى 250 درجة. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان شهدت المحافظة وضع حجر الأساس لمشروع الأفينيو بمدينة أسوان الجديدة اللي بيضم المركز الطبي والعيادات والمركز التجاري على مساحة 26,000 متر وباستثمارات إجمالية 1,050,000,000 جنيه، وبيضم مجمع تجاري عبارة عن أرضي وثلاث أدوار علوية بتكلفة 600,000,000 جنيه، بالإضافة ل 160 عيادة بتكلفة 210,000,000 جنيه. في المنيا قررت المحافظة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة ومراجعة والإشراف على كل إجراءات توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بنطاق المحافظة وتذليل جميع المعوقات اللي بتحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصصة ليهم من الأسمدة وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات غير قانونية تشوب عمليات التوزيع، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية أسبوعياً بنتائج أعمالها.
في الدقهلية أعلنت المحافظة أنه تم صرف 1,419,000 جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الخمس شهور الماضية في الفترة من يناير حتى مايو 2024 على مستوى المحافظة، استفاد منهم 4,396 أسرة وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 16 رحلة طيران دولية تقل على متنها 5000 سائح ما بين 144 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة، وبتقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين وتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم حتى نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن تقديم خدمات طبية وعلاجية ل 1230 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بقرية السحايت مركز الحمول واللي نظمتها مديرية الشؤون الصحية، فضلاً عن إجراء 207 تحليل طبي و30 حالة أشعة ما بين سونار وعادية، وده في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. في الغربية انتهت مديرية التضامن الاجتماعي من توزيع لحوم 55 عجل بلدي تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيعهم على أهالينا ب 34 قرية بمراكز محافظة الغربية، وده ضمن خطة الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين وتلبية احتياجاتهم. في الوادي الجديد أعلنت مديرية التعليم افتتاح مدرسة إعدادي وثانوي رياضي هذا العام ضمن الجهود المبذولة والمستمرة للارتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بالوادي الجديد والمساهمة في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي وإعداد أبطال بكافة الألعاب الرياضية قادرة على التمثيل القومي بالبطولات الدولية. في بني سويف أعلن فرع هيئة التأمين الصحي عن شروط وإجراءات التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف للموسم الدراسي الحالي بحد أدنى 250 درجة لخريجي الشهادة الإعدادية من أبناء مركز ومدينة بني سويف، على أن يكون الحد الأدنى للقبول للتقديم بمجموع 250 درجة. نروح لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حارة على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، وحابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا أن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لكن درجات الحرارة نفسها أعتقد أنها مش مرتفعة بشكل كبير. هو طبعا في ارتفاع في قيم درجات الحرارة بالفعل بشكل كبير، يمكن احنا حسينا بيها على مدار الأيام الماضية في معظم محافظات الجمهورية، وده متوقع كمان يكمل معانا اليوم بسبب تأثرنا بكتل هوائية شديدة الحرارة بشكل كبير. مش بس ارتفاع قيم درجات الحرارة اللي موجود معانا، ارتفاع نسب الرطوبة. ارتفاع نسب الرطوبة في الجو بيخلينا نحس بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة. يعني احنا يوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 39 درجة مئوية، وده اعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ5 درجات، لكن وجود نسب رطوبة في الجو يخلينا. والله يا دكتور منار احنا ما عدناش بنسأل على المعدلات الطبيعية، خلاص احنا عرفنا ان احنا ما بقيناش في شهر، يعني حتى في اواخر يونيو واوائل يوليو احنا مفترض ان احنا لسه درجات الحرارة ما تبقاش مرتفعة بالشكل ده، بس خلاص احنا اعتدنا عليها. هو بالفعل يمكن هذا العام درجات الحرارة في معظم الأيام أعلى من المعدلات الطبيعية، وده كمان متوقع من خلال التنبؤات الفصلية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون أشهر الصيف 6 و7 و8 أعلى من المعدلات المعتادة أو المعدلات الصيفية المعتادة خلال الأعوام الماضية. فإحنا حتى لما بيبقى في انخفاض في قيم درجات الحرارة الرطوبة بتبقى عالية، وقيم درجات الحرارة بتظل أعلى من المعدل الطبيعي. إحنا خلال هذه الأيام متأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وده منخفض جوي مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط، بتقل في قيم درجات حرارتها عن ما هي جايه بقيم درجات الحراره العاليه، لكن تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 85 و90% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، بتتجاوز 80% في القاهره الكبرى. وجود نسب رطوبه في الجو يخلينا كمان نحس بقيم درجات حراره اعلى من قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل بمعدل من درجتين لـ3 درجات،
نسب الرطوبة بتزيد كمان فترات الليل، فده بيخلينا نحس أكثر كمان بارتفاع قيم درجات الحرارة فترات الليل. لكن احنا كمان بدأنا نعلن درجة الحرارة المحسوسة الناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة في نشراتنا الجوية، لأن خلاص بدأنا فصل الصيف اللي بنحس فيه دايما بارتفاع نسب الرطوبة. اليوم أجواء شديدة الحرارة رطبة في القاهرة الكبرى، في الوجه البحري، في شمال الصعيد، الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط طبعا هي الأقل في قيم درجات حرارتها، لكن الأعلى في نسب رطوبة. عظمى فترة النهار بتتراوح ما بين 33-34 درجة مئوية، لكن محسوسة ممكن توصل ل 36-37 درجة مئوية. فأجواءها حارة رطبة فترة النهار. الأماكن الموجودة في جنوب البلاد الأقصر وأسوان ما بين 44-45 درجة مئوية عظمى فترة النهار، نسب رطوبة هناك أقل بشكل كبير، وده رحمة ربنا بيهم والحمد لله. فكر نروح بعد كده يا فندم نصيف في الأقصر وأسوان، مش نشتي في الأقصر وأسوان. هو طبعا هم الأعلى في قيم درجات الحرارة، بس هي يعني نسبة الرطوبة مش عالية قوي، فبرضه بيبقى الجو مش مخنوق، يعني ناس كتير بتشعر بده، وخصوصا كمان إن الرطوبة العالية دي بتسبب لنا شبورة مائية كثيفة صباحا. هي الرطوبة العالية بتسبب شبورة مائية كثيفة مع انخفاض قيم درجات الحرارة فترات الليل، ده كان بيحصل معانا في فترة الشتاء وكمان في فترة الخريف، لكن في فترات الصيف تحديدا بنلاقي ان الشبورة كثافتها بتقل بشكل كبير، لان احنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة الصغرى فترات الليل، فبالتالي ده ما بيساعدش على تكون الشبورة المائية الكثيفة او الشبورة المائية الضبابية. فانا لو حتى عندي شبورة مائية في الصيف بتبقى شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش تماما على حركة المرور، او حتى كمان يعني بتأثر بشكل مؤثر على الرؤية الأفقية. هنيجي فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، طبعا بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، لكن قيمة درجة الحرارة الصغرى مرتفعة، يعني هي بتتراوح ما بين 26-27 درجة مئوية فترة الليل، مع عظمة الرطوبة اللي بتبقى موجودة معانا فترة الليل، فبنلاقي كمان فترة الليل أجواءها بتكون أجواء مائلة للحرارة فترات الليل في معظم المحافظات، فيما عدا بعض الساعات المتأخرة من الليل أو فترة الصباح الباكر بنلاقي فيها بعض نسمات الهواء اللطيفة، لكن أيضا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. طيب بكرة إن شاء الله اتفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك عن كمان حالة البحار، خصوصا إن إحنا يعني كتير من الناس دلوقتي بتصيف. هو خصوصا كمان ان احنا طلعنا تحذير للبحر المتوسط، او ان في ارتفاع امواج على البحر المتوسط وخاصه في الجهه الغربيه، يعني البحر المتوسط ارتفاع. طب احنا عايزين ناكد على ده تاني من خلال حضرتك دلوقتي، ان حضرتك اكدته ان خلاص النهارده المفترض ان في ارتفاع ملحوظ في الامواج، فيجب عدم نزول المياه. بالفعل ده للساده المصيفين، يعني خلينا نقول اول ان ارتفاع الموج من 1.5 ل 2.5 متر، فالبحر بيكون مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن اعمال التنزه او الساده المصيفين اللي هيروح البحر المتوسط وخاصه في الجهه الغربيه، يعني مطروح، العلمين، الاسكندريه، البحر هيكون فيه ارتفاع امواج، وارتفاع امواج كمان على الشواطئ، فلازم نخلي بالنا بقدر الامكان لو احنا هنروح لازم نكون في منطقه قريبه من الشاطئ، ونتبع كافه التعليمات حمايه الشواطئ او الافراد اللي بيكونوا موجودين على الشاطئ. وبنأكد تاني في مطروح وفي العلمين في الاسكندريه في المنطقه الغربيه من البحر المتوسط. صحيح. المنطقه الشرقيه معتدله بشكل كبير ونقدر نستمتع بالاجواء. البحر الاحمر معتدل ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، وكمان نقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر الاحمر، لكن احنا دايما عندنا ان ارتفاع قيم درجات الحراره اعلى بتبقى على الشواطئ المطله على البحر الاحمر، البحر المتوسط بتبقى قيم درجات الحراره فيه اقل من البحر الاحمر. من بكره ان شاء الله يبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فهيكون عندنا انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات، ممكن توصل لاربع درجات في بعض الاماكن وخاصه في المحافظات الشماليه، والانخفاض هيشمل اغلب المحافظات. المحافظات الشماليه هتحس بانخفاض قيم درجات الحراره، وهتكون العظمى على القاهره الكبرى 36-37. حتى ده رغم الانخفاض هي اعلى من المعدل بس منخفضه عن الايام طبعاً الماضيه. طبعا بالظبط، والمنخفض الجوي كمان هيوزع الرطوبه في عمود الهواء ككل، فبالتالي مش هحس بوجود نسب الرطوبه العاليه في الجو، خاصه كمان ان هيلازم ده نشاط للرياح موجود معانا النهارده، نشاط للرياح، وبكره كمان في نشاط للرياح. نشاط الرياح فترات المساء ساعات الليل يقلل احساس نسب الرطوبه ويخلينا حس بقيم درجات حراره اقل، مع يوم الاثنين فعاوز ثاني درجات حاسة الحراره. انا حاسه ان حضرتك هتقولي في موجه حر بعديها. مش هنقول موجه حره، بس اللي هي قيم درجات بقى الحراره اللي احنا لازم نعتاد عليها في فصل الصيف، اللي هو ثاني ترجع درجات الحراره 38 عظمى على القاهره الكبرى، ونسب الرطوبه العاليه. هي باختلاف توزيعات الضغط من يوم للثاني بيحصل في ارتفاع طفيف او
انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره، بس اللي بنأكد عليه ان احنا بالفعل خلال هذا العام في تغير في المناخ المعتاد عليه بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا ولازم نواجه هذه الموجات اللي فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره على مدار فصل الصيف كله، واهمها ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان ده هيخلينا كمان نحس مع الرطوبه ومع الكتل الهوائيه اللي فيها ارتفاع في الحراره هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى. صح. فبالتالي فتره الظهيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. لو اضطرينا نبقى موجودين في الشارع يبقى لازم يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس الشمسيه او كاب. السوائل بقى يعني نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، انا حتى لو مش عطشان هشرب ميه. صح. مهم كمان عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي من استمرار يعني نص ربع ساعه في تحت اشعه الشمس والنص الثاني في اماكن فيها ظل او اماكن فيها انخفاض في الحراره. مهم كمان الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون. إيه لو انا طبعا اقدر اكون موجود في اماكن جيده التهويه ده بيساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجه حراره اقل. يعني انا بشكرك جدا دايما على المتابعه اليوميه معانا وكمان على النصائح اليوميه اللي حضرتك بتهتمي جدا كل يوم تبلغيها وتقوليها للساده المشاهدين علشان فعلا ما نتعرضش للاجهاد الحراري. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلينا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 39 الصغرى 26، العاصمه الاداريه 39 26، اسكندريه 32 23، العالمين الجديدة 32 23، مطروح 31 22، دمياط 33 25، بورسعيد 33 24، إسماعيلية 41 26، السويس 40 25، العريش 33 23، كاترين 36 17، طابة 39 26، حلايب 40 30، شلاتين 41 29، شرم الشيخ 42 30، الغردقة 42 31، الفيوم 39 26، بني سويف 39 26، الوادي الجديد 45 27، أسيوط 41 27، سوهاج 42 26، قنا 43 28، الأقصر 44 29، وخان أسوان 45 30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهارده، لكن الخبر اللطيف جدا ان احنا بكره وبعده الاجواء فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، يمكن ثلاث او درجتين لثلاث درجات بس، هتفرق معانا شويه ان كمان بالليل نسبه الهواء هتكون ممتعه. هرجع مره ثانيه لمنى ومحمد عشان كان معاك في فقره صباحيه يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا. دلوقتي خلينا نتابع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتسير مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن بواقع 23 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة الأوقاف وتضامن القاهرة والشرقية وبورسعيد والبحيرة ودمياط وقرعة القاهرة وكفر الشيخ والفيوم وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو كوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة اللي حددته وزارة الأوقاف تحت عنوان قوة الأوطان، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والتانية ما بين 10 دقائق و15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة، هيلتقي المقاولون العرب مع البنك الأهلي في الرابعة عصراً، وفي السابعة مساءً هيلتقي الأهلي مع فاركو، في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع سموحة. في اهتمام كبير بإنتاج وتصنيع مبيدات حيوية مصرية بديلة للمبيدات الكيماوية المستوردة والمتعددة الاستخدامات في الزراعة والأراضي الزراعية، ده طبعاً هيكون أكثر أماناً على الزراعات، وكمان طبعاً هيوفر عملة صعبة ويكون الاعتماد على المنتج المحلي في مجال المبيدات. دكتورة وفاء حجاج موجودة معانا على التليفون، المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث، هتكلمنا أكتر عن التفاصيل. صباح الخير عليك يا دكتورة. اهلا وسهلا. اهلا، صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا، وصباح النور للساده المشاهدين. دكتوره، لما نتكلم عن المبيدات الحيويه بديله المبيدات الكيماويه اللي اشتغلتي عليها حضرتك، هتقولي لنا بقى الموضوع بمنتهى التلخيص ايه؟ اوكي. يمكن احنا بنشتغل على تطوير وانتاج لمبيدات حيويه
كبديل للكيماوية، يعني بديل للمستورد لمكافحة الأمراض اللي هي خاصة الوبائية، يعني مش أي أمراض، الأمراض الوبائية اللي هي بتسبب مشكلة للمحاصيل الاقتصادية المهمة، وفي نفس الوقت مش بتكافح الأمراض فقط، لا أيضا اللي هي الإجهادات البيئية، يعني ممكن النبات يتعرض لإجهاد مرضي وإجهاد بيئي والاثنين بيسببوا أمراض زي الملوحة زي الحرارة العالية، الزراعة في المناطق اللي هي الاستصلاح الجديدة اللي بتبقى فيها الملوحة بتبقى مرتفعة، في نفس الوقت بتبقى مخصبة وبتبقى بتزود نمو النبات وبتحسن نمو النبات، يعني ممكن بتبقى متعددة الوظائف ما بين مكافحة الأمراض ما بين مكافحة الإجهاد البيئي، وبيخلي النبات يقدر يقاوم الإجهادات البيئية في نفس الوقت إن هو بيحسن لي النمو وبيعتبر زي كأنه سماد حيوي. جميل. وخاصة إن الكائنات ديت إحنا بنعزلها من البيئة نفسها. جميل. فبتبقى متأقلمة مش مستوردة من الخارج، فمثلا المناطق اللي هي اللي فيها الإجهاد اللي فيها الملوحة العالية لما بنعزل منها الكائن فبيتأقلم مع المنطقة. فإحنا يمكن أنا سجلت 8 براءات اختراع. جميل. وفي براءتين كمان في يعني تم برضو تسجيلهم، ديت كلها في اتجاهات مكافحة الأمراض. ابتديت بالأمراض الوبائية، يعني عندنا المانجا فيها مشكلة التكتل وكان بيعتقدوا من سابقا إن هي مجرد مشكلة هرمونات. فإحنا عزلنا الممرضات وتأكدنا منها. جميل. والحمد لله إن إحنا قدرنا نكافح المرض. في عندنا برضو في بعض الأمراض زي اللي هي العفن الرمادي، يمكن بنشوفه على الخيار وبنشوفه على الفلفل بنشوفه على الفراولة، في البياض الدقيقي اللي احنا بنشوفه في الزراعات المحمية بنلاقي لون أبيض بيغطي النباتات فبيقلل نسبة النمو بتاعتها، فدي بيستخدموا لها كيماويات بشراسة. فده عشان نوضح بس الصورة أكتر للناس، هل الحاجات اللي حضرتك قلتيها دلوقتي دي تم تطبيقها بشكل عملي؟ يعني شفنا أسمدة حيوية بالفعل وتم تطبيقها على محاصيل زي المانجا وغيرها؟ حضرتك انا طبقناها بالفعل وفي مزارع موجوده ومتطبقه عليها بالفعل ومديه نتائج هايله، يعني مع المانجا دوت مش مجرد ان هو برده قاوم التكتل ده قاوم ايضا العفن الهبابي. في بعض المبيدات اللي احنا استخدمناها لمقاومه اللي هي الامراض اللي بتصيب القمح، ودي طبقت على القمح وعلى الشعير في مناطق فيها نسبه ملوحه عاليه. في اخيرا ان احنا في مبيد حيوي ده تم تطبيقه في منطقة المغرة، نسبة الملوحة بتوصل ل 7 و8 آلاف جزء في المليون، وطبقت على النخيل وطبقت على الزيتون، ودي موجودة على أرض الواقع، وده منتج إدى مكافحة للي هي للأمراض اللي بتسيب الجذور وبتسيب الأوراق، في نفس الوقت إن هي النبات قدر يتحمل نسبة الملوحة طبعا بالمقارنة بالكنترول أو باللي هو غير معامل، يعني فرق وموجودة على أرض الواقع. وده جزء من مشروع العيادة الزراعية ما بين المركز القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي، ومطبق على أرض الواقع وتم تسجيلها كبراءة اختراع. دكتورة وفاء، استخدام البايوفيرتلايزرز أو المبيدات الحيوية الطبيعية دي فكرة موجودة بقالها سنين وإحنا بنطبقها في مصر، إيه اللي عملتيه مختلف تاخدي بيه براءة الاختراع؟ حضرتك ان هي بتبقى لها كذا وظيفه، الوظيفه ما بين مكافحه المرض نفسه وفي نفس الوقت كمخصب، والفرميوله اللي احنا بنعملها او اللي هي بنعملها نفسها في صوره تركيبه معينه بتساعد على بقائها وبتساعد على فعاليتها وبتديها بتخليها لها تاثير اعلى في اللي هي مكافحه المرض او الاجهاد. هل بتستخدموا حاجة معينة، فطريات معينة، انزيمز معينة، أي حاجة بحيث إنها تغير بقى الريت بتاع الرياكشن نفسها أو المعادلة نفسها بحيث إن يتم الامتصاص سريعا للبايوفيرتلايزرز دي؟ بالظبط كده، احنا بنعمل تركيبة، يعني مثلا في مادة طبيعية بنضيف عليها اللي هو الكائن الحيوي بحيث ان هو بيبقى موجود جوه فجوات معينة بيبقى محمي، في نفس الوقت بينتج لنا
علينا مثلا اغشيه من اللي هي المركبات اللي هو بينتجها، فبيحمي الجذر بتاع النبات، وفي نفس الوقت بيساعد على عمليه الامتصاص، بيخرج سلول ريز او بيبقى ببطء تدريجي، وفي نفس الوقت قدرته على الامتصاص وقدرته على ان هو يقدر يبقى متواجد في منطقه التربه بيبقى افضل بكتير. يعني احنا بنعتمد على التركيبه الطبيعيه اللي بنضيفها مع الكائن اللي بتعمل عمليه الحمايه. بتضيفيها ولا بتعزليها من الارض يا دكتوره؟ دي بتبقى كلها معزولة من نفس الأماكن اللي احنا بنشتغل عليها، لأنها بتبقى أكثر تأقلما وبتدي نتائج عالية. يعني اللي أنا بستخدمه في مناطق الملحية مقدر دوت لابد أن يكون متأقلم معه، وفي نفس الوقت بنعمل تجارب بنتأكد أن هو يقدر يتحمل هذه الأجواء. فكله بيبقى على حسب المنطقة، فعاملين كالتشر كوليكشن او تجميع للكائنات الحيه اللي هي خاصه اللي بتساعد على زياده النمو النبات وعلى تحسينه، مش مجرد ان بيقاوم المرض فقط، لا ده بيدي مناعه للنبات بحيث يقاوم اي ستريس. ده جميل جدا يا دكتوره وفاء، وده كمان هيخلينا نتكلم على نقطه مهمه جدا، فكره احنا دايما بنعتمد على استيراد المبيدات الكيماويه من الخارج. بالضبط. طبعا ده بيؤدي طبعا الى استنزاف للعمله الصعبه بشكل كبير. احنا هنا بنفتح الباب امام تصنيع محلي لمبيدات حيويه. عايز اسال حضرتك ازاي بقى نحول الافكار اللي حضرتك قلتيها دلوقتي والعيادات الزراعيه، انت بسميها اسم يعني العيادات الزراعيه، كاننا بعالج هذه المحاصيل والمشاكل والافات اللي بتواجهها، ازاي احول ده يا فندم الى خطه عمل ويبقى عندي فعلا صناعه خاصه بالمبيدات الحيويه في مصر؟ هو يمكن التركيبات اللي معمولة دي ميزتها ان هي برضو بتبقى رخيصة وبتبقى آمنة. احنا عندنا في المركز القومي للبحوث تبنوا مشكلة بقى اللي هي تحويل المنتجات الموجودة او البراءات، يعني عندنا عدد كبير من البراءات اللي تم المركز حصل عليها، فبنبتدي دلوقتي من خلال المركز ان احنا نحاول تحويل اللي هي كل المنتجات، وخاصة المنتجات اللي تم تطبيقها وجابت نتائج، تحويلها الى منتج على ارض الواقع. ففي بقى هل في شراكات مثلا مع قطاع خاص، مع شركات معينه مثلا او جهات تنشئ مصانع معينه تشتغل على المبيدات الحيويه؟ هو احنا فعلا بالفعل احنا بنحاول يكون في كونتاكت مع الشركات، وفي نظام اللي هو الحاضنات اللي بيتم في الوقت الحالي والشركات اللي هي بتتبناها المركز القومي للبحوث، بحيث ان هو بيتم التطبيق او بيتم تحويل اللي هي البراءات لمنتجات. ففي بعض الشركات فعلا شافت تاثير اللي هي المعاملات او المنتجات بتاعتنا، ويعني جاري عمليه اللي هي التكامل بيننا وبين الشركات من خلال المركز القومي للبحوث. دكتوره، التنسيق مع كليات العلوم واقسام النبات المختلفه اللي موجوده في مختلف الجامعات المصريه، ازاي بتعملوا عمل تشاركي بحيث انكم كل واحد يبقى شغال على برانش او على حاجه مختلفه عن التاني، بحيث ان احنا في الاخر تبقى الحصيله بتاعتنا كلها اجمالا بتصب في الصالح العام وفي انتاج بايو فيرتلايزرز جديد؟ هو احنا في المركز في مكتب براءات الاختراع ومكتب اتصال براءات الاختراع بنعمل تطوير للمكتب وللبراءات المنتجه، بحيث ان احنا كانت المكتب انشا 2003 وبعدين بقى لي مشرف علمي، يعني اتشرفت ان انا اكون موجوده من 2015 في الوقت الحالي وتحت رعايه ورئاسه الدكتور حسين درويش. احنا دلوقتي بنعمل بقى التكامل يعني في الفتره الحاليه ما بيننا وما بين الجامعات وما بين المراكز البحثيه، ده من خلال مؤتمر ان شاء الله هيعقد في خلال اكتوبر، بنعرض فيها كل الخبرات المكاتب البراءات وايه المنتجات الموجوده وايه التكامل اللي ممكن يكون ما بين الجهات بعضها وبعض. فدوت ده الاتجاه اللي احنا شغالين عليه، ان احنا نتكامل مع الجامعات، نتكامل مع المراكز البحثيه، بحيث نشوف احنا ايه اللي عندنا وايه اللي موجود وممكن نتكامل مع بعض لصالح الدوله، وهناخدها في مجالات علميه. يعني احنا هنبتدي بالمؤتمر الاول، اول مؤتمر المؤتمر الدولي المكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعه والأمن الغذائي.
الفدائي، وده أكبر برانش مطلوب للدولة في الوقت الحالي، عملية الاستصلاح الأراضي والأمن الغذائي. فهنشتغل عليه بحيث إن ده يضم ما بين كل المعاهد، المركز القومي للبحوث، وفي نفس الوقت الجامعات والمراكز، وبعتنا بالفعل، وده تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والأكاديمية. فده هيكون تكامل ما بين الجهات، ويمكن ده أول مؤتمر يعقد في مجال اللي هو التكامل ما بين الجهات. ودي حاجة مهمة جدا، البحث العلمي التراكمي اللي كل واحد فيه بياخد خطوة في نفس الاتجاه، ولكن بعد لما بيشوف اللي قبله وصل لإيه، بحيث ان احنا نوصل لنتائج سريعة. كل الشكر ليكي الدكتورة وفاء حجاج، المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث. شكرا جزيلا. مش هنروح بعيدة منا عن نفس الموضوع، زي نعمق كده الانتاج المحلي ونشجع الصناعة الوطنية في كافة المجالات والقطاعات، وطبعا في مقدمتهم القطاع الزراعي. من فترة قريبة المركز القومي للبحوث أطلق مبادرة بديل المستورد. المبادرة دي بتقدم حلول تكنولوجية عشان تعمق التصنيع الوطني في بلدنا، وترتقي بتنافسية الصناعة المصرية واحتلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين. خلينا نتابع تفاصيل عن المبادرة وإيه اللي وصلت له كمان من نتائج. بنرحب معانا عبر زوم بالدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد الصناعات الصيدلية والدوائية، ومنسق مبادرة بديل المستورد. أهلا يا دكتورة، صباح الخير عليكي. صباح النور وأهلا بيكم. أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة، مبادرة بديل المستورد اللي قدمناها من خلال حلول تكنولوجية حقيقية لغاية دلوقتي، وصلت لغاية فين، والناس بتتعامل معها ازاي، أو بالفعل المستخدمين ابتدوا يتعاملوا معها ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مرحب بيكم، وبشكر لحضراتكم الدور اللي انتوا بتقوموا بيه كإعلام، بتعملوا حلقة ربط ما بين المركز القومي للبحوث اللي هو جهة بحثية والناس، وفي نفس اللي هي تعرف يعني منتجات البلد ايه او منتجات المركز ايه، وفي نفس الوقت الضلع الثالث اللي احنا محتاجينه جدا معانا علشان تنجح هذه المبادرة، رجال الصناعة والاستثمار. المبادرة الحقيقة ابتدت بتجميع المنتجات القابلة للتطبيق، وده عبارة عن مخرجات بحثية بيقيم من خلالها الباحث في المركز القومي للبحوث، وتبقى نتيجة أبحاث مشتركة أو مشاريع بحثية. مفيش عندنا معهد من المعاهد، احنا 14 معهد بحثي الا ما له مخرجات بحثيه، في منها قابله للتطبيق وفي منها ابحاث الى الان يعني تحت العمل او لسه في دور التكوين النهائي. بالتالي لما تم يعني بناء على توجهات استراتيجيه الدوله واستراتيجيه البحث العلمي، كانت الإدارة مهتمة جدا بتجميع هذه المنتجات القابلة للتطبيق في كتاب، بحيث إن احنا نبتدي نعرض من الكتاب ده على وزارة الصناعة وعلى مكتب تحديث مركز تحديث الصناعات، وبرضه يبقى في متناول في إن احنا بندخل بيه معارض أو بنسافر بيه من يعني نعرض على المصنعين أو رجال الأعمال إيه هي المنتجات. في طبعا عندنا منتجات تم تسويقها من قبل، وفي عندنا منتجات جاري تسويقها، في بعض المنتجات ما ينفعش تتسوق عن طريق رجال الصناعة. ممكن حضرتك بس تقول لنا امثله كده، يعني ايه هي المنتجات اللي اشتغلتوا عليها بالفعل وتم تسويقها، وايه المنتجات اللي انتوا يعني هتشتغلوا عليها الوقت اللي جاي ان شاء الله؟ تمام. بالنسبه للمنتجات، يعني خلينا نبدا وندي مثال بالمنتجات. معهد النسيج في بعض الأقمشة تم تسويقها بالفعل، أقمشة بتبقى معالجة بشكل معين بحيث أنها بتبقى مضادة للميكروبات، ودي بتبقى استخدامها في غرف العمليات وفي بلاط الدكاترة والممرضين. المنتج نفسه بيبقى ما بينقلش الميكروبات وغير قابل لنمو الميكروبات عليه. فده أحد المنتجات. في بعض الكيماويات برضو، ده أمثلة للمعهد الصناعات الكيميائية. في برضو بعض الدهانات اللي يعني مصنعة بخامات مصرية،
دي برضو تم تسويقها وكانت منافسة للمنتج العالمي. في بعض المنتجات الزراعية الحقيقة اللي هي دايما المنتجات الزراعية بتبقى فيها شق مهتم بالإنتاج وزيادة الإنتاج وزراعة سلالات مش موجودة في مصر وهكذا، وفي حاجة تانية بتبقى يعني مبيدات اللي هي بتبقى بتضاد أي فطريات أو أي عفن أو أي حاجة في النباتات. طيب المستخدم يا دكتورة بيختار على أساس إيه؟ بيختار على أساس السعر فقط ولا بيختار على أساس الجودة اللي بتتقدم له؟ أكيد المحلي هيكون أرخص بكتير من تكلفة المستورد، ولكن الجودة بنفسها ولا يعني نقدر نقول إن إحنا تميزنا في الجودة؟ طيب عشان هو أولا سؤالك جميل وفي محله. كلمة المستخدم بالنسبة لنا إحنا مش جهة بنتصل مع المستخدم نفسه، إحنا جهة بنعرض هذه المنتجات أمام رجال الصناعة. أنا ما ينفعش حد يجي في المركز ويقول لي أنا عايز المنتج ده، لأن أنا ما عنديش اللاين بتاع الصناعة، أنا بعمل لغاية من المستوى المعملي إلى المستوى الصناعي نصف صناعي، لكن خطوط إنتاج لازم يبقى فيه الوسيط اللي هو المصنع. فحتة يعني المستخدم بس أنا حبيت أوضحها. طبعا لما باجي حضرتك بتقولي في منتج مصري او محلي وفي منتج مستورد، والنقطه المهمه جدا ان طبعا حاليا الاستيراد ما فيش باب الا ما تاثر بالاستيراد، فسواء الخامات او المدخلات او كده، وتوفير العمله الصعبه اصبح من الحاجات الصعبه يعني حاليا. وعلشان كده اشتغلنا في الفترة اللي فاتت على المنتجات طيب المصرية والطبيعة اللي موجودة اللي قدمتوها يا دكتورة هبة. كل شكر لحضرتك الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ومنصة مبادرة بديل المستورد. كل شكر لحضرتك. قعدنا دلوقتي مع حضراتكم مع موجز لأهم وآخر أنباء موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع زميلتنا دينا شرف. اتفضل يا دينا. شكرا لك محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها. وأشار مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي وضرورة تقنين عمل تلك الشركات من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك. أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما لا يقل عن 557 ألف سيدة في غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي، مشددة على أن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات. وأيضا ذكرت الهيئة الأممية في تقرير لها أن الأعباء الملقاة على عاتق النساء أثناء الصراعات تزداد ويتم حرمانهم من الوصول إلى الخدمات، وتتعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر، كما تزداد مخاطر تعرضهن لكل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي. أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل ردا على غارتين إسرائيليتين أدت إحداهما إلى مقتل أحد عناصره. وقال حزب الله في بيان أنه قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات الصواريخ من طراز الكايتشوا. وإثر هذا القصف قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية من لبنان، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها بدون وقوع إصابات. أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن أكثر من نصف السودانيين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد
بسبب الحرب في السودان، وأشار التقرير إلى تطور صارخ وسريع في وضع الأمن الغذائي مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرت في ديسمبر الماضي، مع زيادة بنسبة 45% في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتا إلى أن الأزمة قد تؤثر على حوالي 25.6 مليون شخص، ومن بينهم 755,000 في ظروف مجاعة، و 8.5 ملايين آخرون يواجهون أوضاعا طارئة. رشح قادة الاتحاد الأوروبي الألمانية أورسولا فوندرلاين لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، واختاروا البرتغالي أنطونيو كوستا ليصبح الرئيس المقبل لقمم الاتحاد الأوروبي، وتم اختيار الأستونية كايا كالاس لتكون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد لتحل محل الإسبانية المنتهية ولايته جوزيب بوريل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه عندما تولى حكم الولايات المتحدة كانت الأمور سيئة للغاية، وكان لابد من إعادتها إلى ما كانت عليه من قبل وخلال أول مناظرة رئاسية. أضاف بايدن أنه عندما غادر الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم كان الوضع يحمل الكثير من الفوضى، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والمنازل والبنزين، وكانت الولايات المتحدة غارقة في الديون، لافتا إلى أنه ورث تضخم كبيرا. ومن جانبه أكد ترامب أن الولايات المتحدة في عهده كان لديها أعظم اقتصاد في تاريخها، مشيرا إلى أنه وفريقه حققوا الكثير من الإيجابيات لدعم الاقتصاد. وألقى ترامب باللوم على بايدن في ارتفاع التضخم وعدم قيام إدارته بأي شيء حيال معالجة الأمر. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم. ساعات بعض الناس بتغيب عليها فكره كده، في مين فيهم ممكن يكون اولى في توزيع الصدقات، وطول الوقت بيكون عندهم حيره، يا ترى نوزع فين، يا ترى نوزع لمين، لدرجه ان البعض بقى بيستسهل ويوزع الصدقات على ناس ما يعرفهاش في الشارع، بس المهم انه يرضي ضميره ويبقى حاسس ان هو عمل صالح يبقى يقابل بيه او يكمل بيه، برغم ان ممكن يكون عنده قريب ليه اولى، ممكن يكون عنده جار اولى، لكن في بعض الاحيان الناس بتتحرج انها تدي صدقتها للناس اللي حواليها لانها بتبقى هي محرجه انها تدي الصدقه للي حواليها، وبتبقى عامله حساب ان اللي قدامها ممكن يتحرج هو كمان انه يقبل منها الصدقه. صحيح. الصدقه باب عظيم جدا من ابواب الرحمه على الارض. نبينا الكريم كان يقول: من يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة من كرب المسلمين في الدنيا فرج الله له كربة يوم القيامة. احنا النهاردة هنتكلم عن كيفية توزيع الصدقات، من أولى بالصدقة، هل يجوز إخراج الصدقات للأقارب؟ دي أسئلة كتيرة هنحاول نعرف إجابتها من خلال هذا الحوار مع ضيفنا الكريم اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الشيخ أحمد رمزي الصباغ الواعظ بالأزهر الشريف. أهلا بيك يا فندم، منورنا وشرفت مولانا. أهلا وسهلا. يعني بداية نعرف السادة المشاهدين معنى الصدقة بالمفهوم الإسلامي، والفارق ما بين الصدقة والزكاة، لأنه في بعض الأحيان بيحدث هذا الخلط ما بين الزكاة اللي هي فرض واجب على المسلم والصدقات التي يؤتيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية، هذا الدين العظيم مبناه على أمرين عظيمين كبيرين، على قداسة الإله وعلى كرامة الإنسان. قداسة الإله وكرامة الإنسان. قداسة الإله سبحانه وتعالى وما يتعلق به سبحانه وتعالى، أنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، هذا يتعلق بجانب العقيدة. الأمر الثاني كرامة الإنسان. ما الإنسان؟ الإنسان هو صنعة الله سبحانه وتعالى، الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة.
الإنسان الذي هو فيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى وقبضة من تراب الأرض. هذا الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى أجل تكريم، ووعد من يكرم الإنسان بالكرم الجزيل، وتوعد من يعتدي على الإنسان على عرضه أو ماله أو دمه أو أي شيء بالوعيد الشديد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الرب. الإنسان صنعة الله، لذا فضل الله سبحانه وتعالى الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان. فجاءت الشريعة تحفظ كرامة الإنسان فأوجبت الزكاة وجعلت الصدقات وجعلت مبدأ التكافل الاجتماعي والإخاء الإنساني والإخاء الإسلامي ومبدأ الرحمة والتعاطف والتراحم بين الناس جميعا وخاصة بين المسلمين. فكرامة الإنسان أن نحفظ له ماء وجهه من أن يمد يده للسؤال، أن نحفظ له ماء وجهه من أن يتسول، من أن يطلب، من أن يفعل وأن يفعل، وهذا يريق ماء وجهه. فجاءت الشريعة أوجبت حقا مفروضا في مال الغني للفقير، فكما ورد في الأثر: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أذقتهم ناري ولا أبالي. وجاءت الأحاديث في السنة النبوية الصحيحة المشرفة، وجاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الزكاة وتتحدث عن الصدقة، وتوضح وتبين أن الزكاة هي جزء أصيل مهم من النظام الإسلامي الاقتصادي، وتوضح أيضا أن الزكاة ليست أمرا تطوعيا، صحيح، وليست يعني نافلة من نافلة القول، وليست خلة حسنة من الخلال الطيبة، إنما هي ركن من أركان الإسلام، وإنما هي شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى، وهي أساس أو حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الإسلامي. بل قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فإذا ما وقفنا وقفة متأنية مع قول الله تعالى خذ، وجدنا هذه الكلمة تدل على أنها لأنهم لن يعطوا الزكاة، يعني ربما بطيب نفس، بعض الناس قد يخرجها غصبا عنه وبعضهم بطيب نفس، لأن الزكاة تؤخذ ولا تعطى، تفترض ولا تستجدى. والله سبحانه وتعالى لم يأمر المؤمنين بدفع الزكاة، وإنما أمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة، وأمر من بعده ولاة الأمر بذلك، فقال: خذ من أموالهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، والتي هي شعيرة، والتي هي فريضة من الفرائض، لابد من فرق بين الصلاة والزكاة كما قال العلماء حكمه أنه كافر. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهي أمر عظيم وأمر خطير، لذلك الزكاة لها شروط. إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. النصاب اللي هو 85 جرام من الذهب عيار 21، هذا هو نصاب الزكاة. إذا بلغ هذا المقدار وتخطاه وننتظر حولا كاملا سنة قمرية، فإن مضت بنخرج 2.5% على كل المال أو على كل ما يملك. ولا ده لو متشالة بغرض الخزينة يعني؟ والله هذا فيه تفصيل طويل بين العلماء. هذه الأنواع التي يجب فيها الزكاة اللي هي الذهب والفضة وزكاة الزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، وكل نوع من هذه الأنواع له تفصيل طويل في كيفية إخراجها. بالنسبة للذهب إذا كان بنية الاستثمار، يعني بنسأل هل ما حد بيدخر الذهب أو أخت فاضلة، فبنسألها: أنت هل للزينة بلبسه؟ أنا بلبسه، يبقى مفهوش الزكاة. لو قالت أنا يعني بدخره للزمن فصار استثمار. هذا بالنسبة للزكاة يمر حول كامل، لكن بالنسبة للصدقة فأنا يمكن أن أتصدق في كل ساعة وفي كل يوم وحتى في كل لحظة، سواء بالمال
أو حتى بالمعاملة الطيبة بالحسنة، يعني تبسمك في وجه أخيك نوع من أنواع الصدقة. فنوضح مفهوم الصدقة والأولى بالصدقات. نعم، هذا هو الفارق بين الزكاة المفروضة والصدقة التطوعية أو التي هي نافلة أو التي هي مستحبة. أن الزكاة لها شروط معينة وفي وقت معين وبتخرج لأصناف ومستحقين معينين، أما الصدقة فليس لها وقت. صحيح. وليس لها مقدار. وليس لها أصناف معينة. قد نخرجها للأصناف الثمانية اللي هي مصارف الزكاة الشرعية وغيرهم أيضا. والصدقة كما قلنا لأنها بتخرج لكل لأنواع مصارف الزكاة الشرعية ولغيرهم. وكما حضرتك تفضلت وقلت أن هذه الصدقة لابد أن نخرجها للفقير والمسكين، وأفضل أنواع الصدقة إذا كانت على ذي الرحم، على ذي الرحم الأولى. الأقارب. الأقارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان، صدقة وصل له أجران، صدقة وصلة رحم. والصدقات أنواع كثيرة، منها الصدقات الحسية والمعنوية والمادية كما تفضلتم. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، إعانة الناس صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يعني أفضل دينار تنفقه في سبيل الله دينار تنفقه على أهلك وأولادك. طب في ناس ما بتعرفش تحسبها، يعني واحد يكون عنده حتة أرض صغيرة بس مش بتستخدم، وحد يكون عنده بيت مقفول بس مش بيستخدمه، بقى عنده حتتين ذهب هو حيران متشالين في غرض انها تبقى زينه ولا تبقى متشاله، فما بيبقاش عارف، فعلى طول بيطلع صدقات، بيكفل اسره مثلا بشكل شهري، بيكفل تعليم اطفال من ذوي الهمم من الايتام وغيرها. ده بتتحسب كصدقه ولا بتتحسب كزكاه؟ ووقتها هيبقى مديون لو هي طلعت في الزكاه، هو نيته يدفعها، وان كانت زي ما تكون زكاه بالتقسيط يعني بتطلع كل شهر. ينبغي على المسلم ان يتحرى الدقه في اخراج الزكاه. صحيح. ما يفعله هذا هي صدقه من الصدقات. اما الزكاه كما قلنا مقدار مخصوص معين بيخرج في وقت معين وبنيه مخصوصه، كما قلنا له شرطان اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وله اصناف معينه الثمانية التي وردت في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فينبغي عليه أن يتحرى الدقة. لا، أما ما يفعله هذا يعني هذا يسمى تخلص من الصدقة وليس يعني إتيانه بالزكاة المفروضة. يتحرى لمن يأخذها، من سيأخذ هذه الصدقة وفي أي وقت، وكيف حساب هذه الزكاة المفروض عليه. ده لها حسابات معينة. صحيح. إن لم يعرف بيسأل أهل التخصص وبيجمع كل أمواله، خذ من أموالهم يعني كل أمواله سواء كانت عقارات أو أراضي زراعية أو عنده أيضا أراضي فيها ثمار وفاكهة، أو عنده ذهب وفضة، أو عنده كذا وكذا وكذا، بيجمع كل ما يسمى مال ثم بيخرج عليه 2.5% كل عام. طب مولانا، هل هناك شروط محددة لقبول الصدقة والصدقات وألا يصحبها من ولا أذى؟ يعني هل هناك شروط في تقديم الصدقة للآخرين؟ طبعا الصدقة عبادة من العبادات، وينبغي لها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى ابتداء، كأي عمل وكأي عبادة من العبادات ينبغي أن يكون العمل خالصا لوجه الله ووفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذه الصدقة ينبغي أن تكون خالصة بعيدة عن المن والأذى والرياء. فالأشياء التي تبطل الصدقات المن. المن هو تعداد النعمة على المنعم عليه. أي يعني على أن تصدقت عليه أقول له أنا في يوم كذا أعطيتك كذا، شفت أنا عملت معك إيه، وقفت معك في يوم كذا وكنت في ظهرك، ولم أترك في يوم كذا، ولما احتجت مني مبلغ اعطيتك كذا. هذا هو تعداد النعمه على المنعم عليه. الاذى هو يعني ايذاء هذا الفقير او المسكين بالقول او بالفعل. فقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا الذي انفق وتصدق وصاحب النفقه والصدقه بالمن والاذى
مثله كمثل الذي تصدق رياء الناس وهما في الوزر سواء، يعني الصدقة بالرياء والعياذ بالله، والرياء هو الشرك الخفي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أول من تصعر بهم النار يوم القيامة منهم متصدق، لأنه تصدق من أجل أن يقال عنه متصدق وأنه كريم وأنه جواد، فيقول الله له يوم القيامة اذهب إليهم وخذ أجرك منهم لمن كنت تفعل لهم حتى يقال عنك أنك رجل متصدق وأنك رجل كريم، فلا أجر له. المن والأذى، الصدقة رياء الناس وابتغاء السمعة، أن تكون الصدقة من حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. صحيح. لابد أن تكون من مال حلال، مال خالص لا في لا شبهة فيه ولا رياء ولا سمعة، ولا يتبعها بالمن والأذى. أيوة بس تاب وعايز يطهر فلوسه ويطهر ما هو من شروط، مش هياخدها ويرميها. من شروط التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها. إن أخذ المال عن طريق الحرام، السرقة أو الرشوة أو الغصب أو إلى آخره، ينبغي عليه أن يرد هذه الأموال إلى أهلها، فهذا شرط من شروط قبول التوبة. أو يستسمح صاحب هذا المال أو أهله أو أولاد إن كانت قد مات أو توفى حتى يعفو، لابد من العفو عنه أولا وابتداء. طيب الصدقة والزكاة بيخرجوا إزاي؟ يعني لازم يخرجوا فلوس، ولا ممكن ناس مثلا تبقى محوشة زكاتها كلها وهتطلعها مثلا في رمضان فتعملها في صورة مساعدات أكل، ناس ما جهزة إنها هتعمل عاملة علامة يعني لنفسها عشان تتأكد من مرور السنة إنها مثبتة التاريخ دايما، بتتعامل بقى لازم تخرج فلوس ولا ممكن تخرج في شكل كسوة شتاء أو صيف أو مصاريف تعليم أو تخرج في شكل إيه؟ ما زلنا يعني نركز وننبه على التفرقة بين الزكاة والصدقة. الزكاة جمهور الفقهاء على أنها لا تخرج بالقيمة. الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، التي هي كما قلنا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة 2.5%. فلوس أطلعها فلوس نقدا في يد الفقير لأنها من حقه هو، من حق الفقير، وله حرية التصرف بالقبض يمتلكها، لابد أن يتملك الزكاة بالقبض. فإن تملكها له حرية التصرف فيها، لا أكون حكرا عليه. فلا ينبغي من أموال الزكاة أن أعمل شنط رمضان أو أجيب ذبيحة وأذبحها وأوزعها لحم أو أشتري كذا وكذا أو أدوية أو نفقات على اليتامى، لابد وأن تكون يعني مالا في يد الفقير. أما الصدقات فالباب فيها واسع، شنط رمضان لحم يوزع في أي وقت غير مرتبط وعلى أي إنسان، يعني حتى قالوا وإن كان غنيا على سبيل الهدية. هل هناك صدقات يحبها الله، يعني صدقات أفضل من صدقات أخرى؟ والله هو الصدقات باب الصدقات أوسع كما قلنا، وفيها الخير الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم هل في مراتب أفضل؟ قال يعني أفضل، يعني قال إطعام الطعام. يعني قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. فمن أفضل الصدقات إطعام الطعام، لأن المسلم لا ينبغي عليه أن يكون منزويا وأن يكون سلبيا وأن يكون أنانيا ولا يشعر بمن حوله ولا يشعر بجيرانه ولا يشعر يعني بآلام الناس ولا بأزمات الناس. بأزمات المواطن، بأزمات الشعوب، بأزمات الناس، لابد وأن يسأل عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث في غاية الأهمية والخطورة، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جعان. صحيح. يعني ينبغي أن يسأل، وينبغي عليه أن يتفقد، وينبغي عليه أن يعطي، وينبغي عليه أن يفعل الخير لجيرانه وأن يتفقدهم، لا ينتظر أما حتى يأتي ويسأل هو أو يطلب منه. من بات شبعان وجره إلى جنبه جعان، فهذا من الخطورة والأهمية بمكان. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، يعني ده في صميم الخلق الإسلامي الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم، أن يشعر بالآخرين. والصدقة باب واسع جدا وكبير لتهذيب النفوس وتطهير النفوس والإحساس بالآخرين. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ أحمد رمزي الصباغ الواحد بالأزهر الشريف، نورتنا وشرفتنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم باقي حلقتنا.
ورجعنا لحضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق المصري فاز على فريق الاسماعيلي بنتيجه 1-0 في المباراه اللي جمعتهم على استاد برج العرب بالاسكندريه ضمن منافسات الجوله 28 من عمر مسابقه الدوري المصري ممتاز. بالنتيجه دي بيحتل الاسماعيلي مركز ال 12 في جدول الدوري برصيد 31 نقطه، بينما بيحتل المصري المركز الثالث برصيد 45 نقطه. فريق زد حقق الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري ممتاز، وبالنتيجة دي بيحتل فريق زد اف سي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز ال 11 برصيد 34 نقطة. فريق مودرن فيوتشر حقق الفوز على الجونة بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت فريقين على استاد خالد بشارة ضمن افتتاحية الجولة 28 بالدوري المصري. أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات، وتم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100,000 جنيه، وده بعد الانسحاب من المباراة أمام الأهلي. اللاعب محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنهى تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، واستقر اللاعب بالاتفاق مع الزمالك على الرحيل في الوقت الحالي. منتخب مصر للدرجات فاز بلقب بطولة إفريقيا البارالمبية لدرجات المضمار، ده بعد تصدر لاعبي الفراعنة ترتيب ميداليات سباقات المضمار واللي أقيمت على مضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة، وحصد منتخب مصر 23 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين. نادي إسبانيول أعلن أن ريال مدريد ضم المهاجم خوسيلو بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي من خلال استخدامه خيار حق الشراء في عقد الإعارة بين الطرفين. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنة ومحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، بكرة إن شاء الله هتنطلق الدور 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 اللي هتشهد مواجهات قوية جدا ومنافسة شرسة بعد ما شهد دور المجموعات أرقام متباينة وكتيرة، سواء من حيث الحضور الجماهيري، عدد الأهداف، أرقام كمان خاصة بالتهديف وباللاعبين المشاركين. قراءة كده لهذه البطولة وأهم الأرقام اللي اتحققت لغاية دلوقتي هتكون معانا في فقرة رياضية خاصة. أكيد في تفاصيل كتير محتاجين نتعرف عليها، وفي أرقام كتير محتاجين نتعرف عليها، وعايزين نعرف رونالدو ليه خرج زعلان، وليه كان بيشوط أزايز المية وهو زعلان، ومين الولد اللي كان بيروح رونالدو يفتتح أكاديمية علشان يلعب فيها وفجأة هو كان السبب في إن رونالدو يخرج من المباراة خسران.
دي تفاصيل كتير هنتكلمها النهاردة مع الأستاذ عبد العزيز أبو حمر الناقد الرياضي اللي منورنا النهاردة في استوديو. صباح الخير يا مصر، يا أهلا وسهلا وصباح الفل على حضرتك. صباح الخير من صباح الخير أخو محمد، صباح الخير على كل مصر وأهل مصر داخل مصر وخارج مصر. الحقيقة نبتدي بالأرقام ولا نبتدي بانوراما كده عن اللي حصل الأسبوع اللي فات والمباريات اللي حصل فيها مفاجآت كتير؟ طبعا مفاجآت الحقيقة. أمم أوروبا طبعا زي ما احنا عارفين، زي ما حضرتك قلت في التقرير، إن بكرة بتكون دور 16 لبطولة أمم أوروبا ألمانيا 2024. عارفين دي تالت نسخة، دي نسخة 17 إجمالا، دي تالت نسخة بنظام ال 24 منتخب. الحقيقة كان في مفاجآت كبيرة زي ما حضرتك قلت يا أختي منى، إنه ابرزها طبعا ان كرواتيا اللي هي وصيف كاس العالم الموسم يعني اللي قبل اللي فاتت، وكرواتيا بقياده لوكا مودريتش خروج مبكر جدا من دور المجموعات. دي الحقيقه تعتبر اكبر المفاجات في امم اوروبا، وده ايذانا بانتهاء جيل لوكا مودريتش. الحقيقه المفاجات الاكبر منتظره انها تكون مع انطلاقه مباراه دور ال 16 بكره ان شاء الله. تمن مباريات هيتلعبوا على مدار ثلاث ايام. امم اوروبا بصفه عامه الى حد ما نقدر نقول ان المستوى الفني اللي هو عاده بيتدرج فيما بعد دور المجموعات، المستوى الفني كان معقول جدا. يعني زاد زخمه زي ما حضرتك قلتي تماما، او قلته في انه معدل الحضور الجماهيري كان مرتفع جدا، رغم انه احنا بنكشف هنا من خلال الاستوديو انه البطولة هذه هي فقيرة تهديفيا. جميل. وإحنا بنتكلم هنا عن الأرقام، بنتكلم عن الأرقام. 81 هدف في 36 مباراة في دور المجموعات. لو شفنا دور المجموعات بنظام الـ 24 منتخب، النسخة اللي فاتت على سبيل المثال اللي هي 2020 كان تسجل 94 هدف. اللي بيأيد كلامنا برضو ان احنا بنقول حتى اللحظة في اربع تعادلات سلبية، 14 تعادل في 36 مباراة. ده رقم عادل للرقم القياسي في 51 مباراة. ما يعني ان البطولة مرشحة ان يكون فيها مزيد من التعادلات، وبالتالي مزيد من الفقر التهديفي، وفي تعادلات كتيرة. احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلت. نعم. ارقام 14 تعادل في 36 مباراة. وبعدين شفنا كمان مفاجآت اخيرة قبل ما نبتدي بقى دور ال 16 بكرة ان شاء الله. جورجيا والبرتغال كسبت البرتغال 2-0، ورونالدو اللي هو يعني النجم الكبير ما دخلش ولا هدف في دور المجموعات الاول. بمناسبه انه رونالدو ما دخلش ولا هدف في دور المجموعات، طبعا رونالدو الحقيقه في المباراه اللي قبل اللي فاتت هو اثر على نفسه، كان منفرد بالتو ده لزميله اللي جابها الجون اللي هو كان بامكانه انه يسجل الحقيقه. وانا يعني كاحصائي الحقيقه انا متابع رونالدو، عايزه يسجل لانه هو لحد دلوقتي عنده 24 هدف في عام 2024، واحنا عارفين انه رونالدو انهى عام 2023 متصدر ل قائمة هداف العالم، رغم انه طبعا ونائل بيلعب في السعودية وما الى ذلك. رونالدو الحقيقة هو واحد من 9 لاعبين في تاريخ بطولة أمم أوروبا سجل في الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات في نسخة 2016 لو نتذكر. فالملاحظة اللي حضرتك قلت عليها دي مهمة جدا، قياسا بالكلام اللي احنا بنقوله انه رونالدو لم يسجل في ده. بقول لحضرتك بقى لأول مرة في تاريخ رونالدو لا يسجل اي هدف في دور الأول. وعلى فكره انا ما كنتش محضر الاحصائيه دي، بس كلام حضرتك هو اللي الهمنا ان احنا نقولها، لانه فعلا الملاحظه هنا احنا عاده بنروح فين ملاحظتنا احنا ايه في البطوله دي النسخه الحاليه دي. هو لاعب واحد اللي سجل في الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات، لاعب اسمه جورجيوس، ده لاعب جورجي هو الوحيد اللي سجل في الثلاث مباريات بتاعته. لانه انت كاحصائي بتجيب الاحصائيات وفقا للمعايير العالميه، اللاعب ده الوحيد. فهم كده وصلوا لتسع لعيبه. الملاحظه بقى الاهم اللي انت قلتها انا الحقيقه ما يعني برافو عليك، بس فهي انه رونالدو لم يسجل في الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات، لكن انا كنت متواكب معاك وقلت لك رونالدو دي البطوله تقريبا الخامسه ليه. هو لاول مره لا يسجل في اي مباراه
من دور المجموعات. جورجوس ميكاتاوزي اللي حضرتك بتتكلم عليه هو فعلا اللي عمل 3 أهداف من الأربعة اللي سجلها منتخب بلاده على مدار البطولة كلها، ويمكن هو اللي عمل الهدف اللي جاب بقى النصر لفريقه بعد المباراة. مش عارفين بقى نقيم مين اللاعب الأهم. طبعا بطل المباراة كان كافارا بعد لما جاب الجون، بس مش عارفين مين الرجل الأهم اللي كان في المباراة يومها، كافارا ولا ميكاتاوزي؟ الاثنين عاملين ارقام، واحد جايب اسرع هدف في تاريخ البطوله السنه دي. بتكلم على بتوع جورجيا؟ بتوع جورجيا. لا انا هاخد ميكاتاوس. عارفه ميكاتاوس ده اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي، ده اللاعب عشان عمل 3 أهداف، ده اللاعب الوحيد اللي سجل في البطوله دي في 3 مباريات بتوع دور المجموعات. وهو الحقيقه قدم مستوايا. هو اسمه الاولاني جورجيوس، انا ميكاتاوس من العيله ميكاتاوس بالاسم الثاني. فاللاعب ده من اللعيبه اللي برزوا في بصفه عامه. جورجيا كانت مفاجاه انه يتاهلوا لدور دور ال 16، احد مفاجات دور ال 16 وجود جوريا. بالاضافه لكده ان هم كمان عندهم لاعبين مميزين، بغض النظر عن انه احنا نختار اي لاعب من الاثنين، لكن الحقيقه هي هم الاثنين لعيبه متميزين. لكن انا هاخد ميكا تاوت اللي هو جورجيوس بالنسبه لي اسمه الاولاني، لانه هو اللاعب اللي سجل الوحيد في امم اوروبا 2024 اللي سجل في 3 مباريات بتوع دور المجموعات. واحنا بنتكلم من خلال الاستدام لما بنقول انه 9 لعيبه في 7 نسخ في تاريخ امم اوروبا اللي سجلوا في 3 مباريات. دي احصائيات الحقيقه، احصائيات نوعيه، ما بقولش انها حصريه لان امم اوروبا مفتوحه للكل، لكن دي بتكون عند الايجنسيز محدوده في العالم. وانا مش عايز اقول كلمه انا الحقيقه، لكن انا سعيد جدا اني اكون معاكم اكتر من اني اقول ان احنا طب بلغه الارقام والاحصائيات. البطوله دي احنا بنشهد اصغر لاعب فيها اللي هو لامين يامال لاعب اسبانيا 16 سنه 338 يوم، واكبر لاعب فيها اللي هو النجم مودريتش بطل كرواتيا. شايف اللاعب مودريتش ازاي ويامال في اسبانيا وادائهم في دور المجموعات الاول؟ وطبعا احنا قلنا في بدايه الكلام في الحلقه النهارده انه خروج كرواتيا ده نهايه عصر مودريتش. الحقيقه مودريتش لاعب كبير، وريال مدريد جدد له موسم آخر، لكن أنا شايف أنه حتى المدرب اللي هو المدرب منتخب كرواتيا الآن جاله عرض في الخليج وهيروح. يعني أنا شايف أنه انتهى عصر الجيل الحالي من الكروات، والملاحظة الأكبر أنه هم يعني ما فيش حد برز من عندهم حتى يسلم رأي. أما بالنسبة لأصغر لاعب في أسبانيا هي بصفة عامة هي من أصغر المنتخبات اللي موجودة صحيح في المتوسط العمار. منتخب واعد جدا، بيلعب كرة هجومية بشكل كبير جدا. وبالتالي يعني خلينا يعني نشوف ان احنا برضو عندنا لاعب في تركيا، اللاعب أرضى في تركيا اللي بيلعب في ريال مدريد، ايضا من اللاعبين الصغار. تركيا تاهلت لدور ال 16، ربما مع استمرار الاحداث يظهر مزيد من النجوم في هذه البطوله اللي زي ما احنا قلنا على المستوى الجماهيري اصبحت الان في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها بعد 36 مباراه فقط ثاني اكثر بطوله تشهد صحيح. حضور جماهيري الحقيقه بعد نسخه فرنسا 2016 اللي هي كانت شهدت 2 مليون و400 الف متفرج. وبعض الارقام البطوله دي مرشحه ان تكسر هذا الرقم، لانه احنا وصلنا لرقم كبير بعد 36 مباراه، لا يزال 15 مباراه في البطوله. لان زي ما احنا عارفين انه امم اوروبا بنظام ال 24 منتخب دي ثالث نسخه، بيكون عدد المباريات فيها 51 مباراة، لعب 36 مباراة لحد دلوقتي، يتبقى 15 مباراة. طبعا بيكون في النوك اوت ستيجز، بيكون بتستقطب جمهور اكبر. واحنا شفنا انه طبعا المانيا اللي استضافت كاس العالم 2006 وتغيرت كثيرا بعد كاس العالم، حتى من ناحية الثقافة. الالمان ما كانوش بيضحكوا. لما رحنا في نهائي دوري ابطال اوروبا 2012 في المانيا في اليانز ارينا، كان بايرن ميونخ وتشيلسي النهائي في 2012. الحقيقه الالمان حتى هم كانوا من نفسهم بيقولوا
قبل كاس العالم 2006 كان بعد 6 سنين من كاس العالم اللي كان نهائي دوري ابطال اوروبا ما كانوش بيبتسموا لحد يعني. فهم كاس العالم ادتهم ثقافه زي احنا كده في مصر الحمد لله لما 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 نظمنا بطوله امم افريقيا 2019 لاول مره في تاريخ امم افريقيا بنظام ال 24 منتخب. ومصر كان طبعا يعني كان رئيس اللجنه المنظمه كان دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى البولي ويعني اشراف مباشر من فخامه الرئيس. الحقيقه البطوله دي وضعت بنش مارك كبير في 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 لافريقيا. كانت اول بطوله زي ما احنا قلنا بنظام ال 24 تلعب بعد كده النسختين. الحقيقه مش عايزين نقلل من الاخوه الافارقه they are trying their best لكن احنا حطينا بنش مارك واحنا سعداء لما بنشوف في مصر حتى على مستوى البرنامج من خارج مصر والله شكلكم جميل جدا جدا. انا اسف ان بتكلم بعشوائيه حتى لو دي تكون يعني مش عارف بقى يعني طلعنا عن النص لكن برنامج صباح الخير يا مصر انا لازم اقول انه خارج مصر حاجه جميله جدا. خلينا نرجع بقى لارقامنا وحضرتك كنت بتتكلم عن الفقر التهديفي اللي موجود في النسخه دي. واين روني اسطوره المان يونايتد ومنتخب انجلترا قال او حمل بيب جوارديولا مسؤولية ان كل الفرق ما بتجيبش جوان. بيقول ان كل الناس بتحاول تعمل اهداف بطريقة مثالية على طريقة بيب جوارديولا وان منتخب انجلترا مثلا جاب جونين فقط لغير طول البتاع عشان كله عايز يعمل اهداف بشكل مثالي وتبقى اهداف اسطورية على طريقة جوارديولا. هل التصريح مبالغ فيه قوي هو تحميل هو بطولة هو كاملة فقر تهديفي؟ هو التصريحات دي الحقيقة بتعمل كده اثارة وتشوق في 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 كرة القدم خاصة لما بتكون التصريحات مبنية على فاكت بيزد. يعني هي الحقيقة يعني ما احنا قلنا 81 هدف مقارنة ب 94 هدف في النسخة اللي فاتت. احنا قلنا انه 14 تعادل احنا وصلنا للرقم القياسي. اكبر نسخة شهدت تعادلات كانت 14. طب انا وصلت 14 بس فاضل لي 15 مباراة. مش معقول 15 مباراة اللي جايين مش هيحصل فيهم تعادل. اكيد الرقم ده قابل للزيادة. اذا تصريحات واين روني هي اتس بيزد اون فاكتس. فاحنا لما بيكون في حاجة بيزد اون فاكتس بيكون فيها يعني تصدق كده يعني التوابل اللي بتعمل اثارة في حلوة. لكن احنا لو رجعنا للحقيقه للارقام ده مش كده وبس. ده انا عايز اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي وصلنا لاربع مباريات تعادل سلبي. اكبر نسخه في تاريخ امم اوروبا كانت 1996 صحيح. اللي شهدت 5 تعادلات سلبيه. ده الرقم القياسي في عدد التعادلات السلبيه في نسخه واحده. طب انت دلوقتي اربعه ولسه فاضل لك 15 مباراة 15 مباراة فيجوز برضو جدا 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 انه انت تتخطى هذا الرقم اللي هو التعادلات السلبية. محتاج تعادل واحد بس. والنسخة الحالية دي واحنا بنقول من البرنامج عشان يبقى الكلام حتى بيستشرف في المستقبل انت فاضل لك تعادل واحد وتبقى البطولة دي عملت رقم قياسي في عدد التعادلات في نسخة واحدة اللي هيبقى 15 تعادل. والتعادل ده هيجي فور شور لان انت عندك 15 مباراة. فانت بتتكلم ايضا على 4 تعادلات سلبية والاربع تعادلات سلبية الرقم القياسي في هذه البطولة في عدد التعادلات السلبية في نسخة واحدة هو 5 تعادلات سلبية وكان في نسخة 1996. عندك إيطاليا اللي هي أنت حضرتك الأستاذة مينا قالت إنه إنجلترا ما سجلتش غير هدفين. احنا عندنا إيطاليا اتعادلوا مرتين على ما أظن في إيطاليا هي أكثر منتخب في تاريخ أمم أوروبا متعادل 22 مرة 22 تعادل لإيطاليا. فأنت بتتكلم فعلا كمان على أستاذ عبد العزيز منتخب زي فرنسا قوي جدا ومؤهل مرشح طبعا إن هو ياخد بطولة يورو 2024 ما دخلش غير هدفين وكمان الهدفين كان هدف ضربة جزاء وهدف عكسي برافو عليك. دي كلها ملاحظات بتقول اللي احنا قلناها اللي هو الرقم الاساسي اللي هو بتاع دور المجموعات في النسخه الحاليه 81 مقارنه مع على فكره 94 وكان اللي قبله النسخه اللي هي اللي قبلها لانه دي احنا قلنا ان دي ثالث نسخه بنظام ال 24 منتخب. الرقم اللي كان قبل كده كان انا على ما اظن 91 هدف فما برضو ما كانش الرقم اللي موجود دلوقتي اللي هو 81 هذا ده اقل موسم في الثلاث مواسم اللي هي بنظام ال 24 منتخب. بالاضافه للمعطيات اللي حضرتك قلتها اللي هي حقائق في وجود لعيبه كبار زي امبابي منتخب فرنسا اللي طبعا واصل لنهائي كاس العالم النسخه الاخيره في 2022 في قطر. كنا موجودين في الملعب كنا نتمنى تكونوا معانا. الحقيقه كانت اجواء رائعه
ولن أنسى هذا كأس العالم، أنا آسف دايما بقولها، فخامة الرئيس لما حضر افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، طلعنا وقلنا بكل النسخة دي ستكون أفضل نسخة في تاريخ البطولة، لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شرف هذه النسخة، وقد كان، وأنا سعيد جدا بأن أكرر هذه، لأن أنا اللي قلتها وقلتها في قطر في البرامج، قلتها هنا في البرامج المصرية لما كان وقتها يعني في مباراة تركيا والتشيك عملت رقم قياسي، بس رقم قياسي في البطاقات الملونة، هي المباراة اللي طلع فيها 19 كارت ملون، 17 بطاقة صفراء وبطاقتين حمر، متفوقة على آخر بطولة حصلت كانت 2006، كانت البرتغال وهولندا اللي كان فيها 16 بطاقة ملونة. انتوا بتستفزونا بتستفزونا الحقيقة احنا بنذاكر احصاءات احنا كمان بتستفزونا بالارقام. اولا انتوا عندكم اعداد جميل جدا. انا عايز اقول طيب عارف اللي وانا والله ما كنتش محضر المعلومه دي، لكن الاستفزاز حلو. دور المجموعات ده شهد 153 بطاقه صفراء، 153 بطاقه صفراء، ده برضو رقم قياسي في تاريخ البطوله كلها لم تجد. طبعا 17 بطاقة صفراء في بطولة واحدة، ده رقم قياسي في البطولة في مباراة واحدة. مباراة واحدة كمان، في مباراة واحدة، سوري، رقم قياسي في مباراة واحدة في أي نسخة من نسخ أمم أوروبا. ال 153 اللي احنا بقى بنضيف على الكلام اللي حضرتك قلتيه، 153 بطاقة صفراء شهدتها دور المجموعات اللي هم 36 مباراة، وده برضه رقم قياسي. هي البطولة غريبة، لكن احنا لسه في البطاقات الحمراء الحقيقة لسه تحت، يعني ما وصلناش الخط الأحمر المقلق، لان 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 اعتقد انه البطوله دي كلها فيها اربع بطاقات او ثلاث بطاقات لحد دلوقتي حمراء في البطوله. الرقم القياسي في بتاع ده لسه احنا اظن انه 7، ما كنتش محضرها برضو، لكن اظن ان 7 بطاقات مش هنوصل للرقم ده. لكن البطاقات الصفراء فعلا ده كان رقم قياسي في المباراه دي، وده اللي خلى انه نوصل ل 153 يلو كارد في نسخة واحدة، والنسخة لسه أيضا يعني ولسه النسخة ما خلصتش، لسه عندنا 15 مباراة 15 مباراة نوك اوت كلهم. بكرة هتنطلق دور ال 16، احنا بنتكلم على ألمانيا والدنمارك وسويسرا وإيطاليا، الماتشين اللي هنتابعهم وهيتابعهم كل عشاق كرة القدم يورو 2024. بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات وعلى الدقة وعلى الأرقام والإحصائيات والرؤيه كده المختلفه لتحليلات يورو 2024. نورتنا الاستاذ عبد العزيز ابو حمر، الناقد الرياضي والكاتب الصحفي، صباح الخير على حضرتك. مشاهدينا الساعه دلوقتي 9 بتوقيت القاهره، معادنا مع موجز الاهم الانباء مع دينا، اتفضلي يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها. وأشار مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي وضرورة تقنين عمل تلك الشركات من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك. استشهد 4 مواطنين بينهم مواطنة وطفلة فجر اليوم، وأصيب مواطنون آخرون بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخياما تأوي نازحين غرب رفح الفلسطينية جنوب القطاع. وقالت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف منزلا في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أصيب مواطنون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم نصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين.
أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما لا يقل عن 557 ألف سيدة في غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي، مشددة على أن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات. وذكرت الهيئة الأممية في تقرير لها أن الأعباء الملقاة على عاتق النساء أثناء الصراعات تزداد، ويتم حرمانهم من الوصول إلى الخدمات، وتتعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر، كما تزداد مخاطر تعرضهن لكل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي. بدأ الإيرانيون التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحيته في 19 مايو الماضي. ويتنافس في تلك الانتخابات 4 مرشحين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية الإيرانية الذي من المنتظر أن يواجه العديد من التحديات، أبرزها الملف الاقتصادي والاتفاق النووي والتفاوض مع الغرب لرفع العقوبات المفروضة على إيران. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه عندما تولى حكم الولايات المتحدة كانت الأمور سيئة للغاية، وكان لابد من إعادتها إلى ما كانت عليه من قبل. وخلال أول مناظرة رئاسية أضاف بايدن أنه عندما غادر الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم كان الوضع يحمل الكثير من الفوضى إلى جانب ارتفاع الأسعار الأدوية والمنازل والبنزين، وكانت الولايات المتحدة غارقة في الديون، لافتا إلى أنه ورث تضخما كبيرا. ومن جانبه أكد ترامب أن الولايات المتحدة في عهده كان لديها أعظم اقتصاد في تاريخها، مشيرا إلى أنه وفريقه حققوا الكثير من الإيجابيات لدعم الاقتصاد. وألقى ترامب باللوم على بايدن في ارتفاع التضخم وعدم قيام إدارته بأي شيء حيال معالجة الأمر. أعلن الكرملين أن روسيا تدرس خفض مستوى العلاقات مع الغرب بسبب تورط الولايات المتحدة وحلفائها على نحو أعمق في حرب أوكرانيا. وردا على سؤال حول إمكانية تنفيذ الخطوة، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنها واحدة من عدة خيارات قيد الدراسة في ضوء النهج الحالي الذي يتبعه الغرب تجاه بلاده، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حيال هذا الأمر بعد. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. خطة كبيرة بدأها المجتمع المدني ممثل في مؤسسة حياة كريمة والشركة المتحدة وتنسيقية شباب الأحزاب ودورهم الكبير في التوعية بترشيد الكهرباء. إيه هي أهم النصائح الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والمؤسسات ومقرات العمل؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع حضراتكم في الفقرة دي مع ضيوفنا الكرام الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً. نورنا وشرفنا دكتور. ودكتور محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. نورنا. ونبدأ مع الدكتور علي. طبعا الشغل الشاغل دلوقتي الكلام عن الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء. لو حابين نتكلم في البداية مع حضرتك، إيه هي أبرز الإرشادات اللي ممكن أنا في البيت أو في مكان عملي يعني أمشي عليها عشان أرشد من استهلاك الطاقة الكهربائية؟ طيب الأول هنقول إن ترشيد الطاقة دي ثقافة، أو ترشيد استهلاك الطاقة ثقافة، والثقافة دي لازم إحنا بنعلمها لأولادنا من الحضانة لغاية الجامعة لغاية ما يتخرج عشان تبقى أسلوب حياة له. نعلمها له في البيت وفي المدارس والجامعة، الحاجات لازم يتعلمها وهيمشي عليها بعد كده. وقانون لازم يراقبه، لازم زي النهاردة احنا اتعلمنا ازاي نمشي على الطريق بسرعة معينة وإلا في رادار. في الأول كنا زعلانين، النهاردة الواحد اتكيف خلاص على الوضع ده وأصبح بيمشي طبقا للسرعات المطلوبة. فنفس الوضع برضو بالنسبة لترشيد الطاقة. بالنسبة للبيوت مثلا، ترشيد الطاقة كتير، وأنا يمكن أنا بعانيه في البيت مع أولادي، يعني الأوضة منورة لازم أطفي النور.
ليه الأوضة غير مستخدمة؟ التكييف، يعني أدي مثال، مثلا جميع الأجهزة الكهربائية اللي في البيت طالما ما بتشتغلش لازم نشيل الفيشة لأن بتسحب كهرباء. يعني لو التلاجة ما بتشتغلش شيل الفيشة لأن في جزء من الكهرباء داخل الموتور بتاع التلاجة أو موتور التكييف أو خلافه، جزئين، جزء دوار وجزء ثابت، في جزء منهم عليه كهرباء مستدامة على طول اللي هي بتعمل ستارت أب، كويك ستارت أب. الجزء الثاني أما تيجي تشغل البتاع تدخل الكهرباء عليه تقوم يدور. فأنت بتمنع الجزء اللي هو عليه كهرباء دايما تشيل الفيشة، هتوفر كهرباء، هتوفر على الأقل 20% من استهلاكك. فالتكييف، تفصل الفيشة، التلاجة، أي حاجة ما بتشتغل، مروحة، أي حاجة، مكان. طبعا التكييف قبل الصيف ما يدخل بعمل له أنا تنظيف وصيانة عشان أرفع كفاءته يوم يقل استهلاك الطاقة. التكييف نفسه أنا عندي في البيت بخليه 27، معظم الناس بتخليه 22 درجة، ليه؟ أنا بخليه 27 عشان أوفر، ودرجة حرارة بالنسبة لي 27 كويسة. فحاجات كتير في البيت، حتى استهلاك الغاز، يعني مثلا البوتاجاز أنا بولع العين نار بتبقى عالية وطالعة بره الحلة مثلا، ده غلط، ده المفروض يا دوبك تبقى على يا دوبك على القعر من تحت بس عشان توفير للطاقة وبتدي حرارة للجو. يعني حاجات كتير في البيت لازمة ان احنا نرشد فيها الطاقة، وفي مش في البيت بس، ده في المصنع وفي النادي. يعني انا ادخل النهاردة نادي الصبح الاقي صالة من الصالات ما فيهاش حد خالص بتاعت اكل ومنورة، ليه؟ 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 يعني انا عاوز اعرف ليه؟ يعني فين الناس، فين الرقابة، فين الحاجات دي كلها؟ يعني دي حاجات غير طبيعية. فبعد زي ما الرئيس مجلس الوزراء قال هنقفل المحلات على الساعة 10، ده مطلوب، ده مطلوب، لأن في بعض المحلات اللي ملهاش لازمة فتح عمال على بطال واستهلاك طاقة واستهلاك مكيفات كل الحاجات دي بعيدة عن ترشيد الطاقة. ترشيد الطاقة هو أسلوب حياة يجب أن ينغرز جوانا ونمشي بيه ونتعامل بيه علشان نوفر حتى في تصميم البيوت. النهاردة البيوت كلها فندقية، السقف واطي، ادخل أي بيت في وسط البلد والقدام هتلاقيه مكيف في عز الحرارة، مش محتاج تكييف. ادخل الشقة كده مش محتاجة تكييف. احنا النهاردة بنبني الأوض ضيقة والأسقف واطية وكله مسلح ده ايه ده؟ يعني ايه المصمم ده اللي هو بيعمل حاجة مخالفة لطبيعتنا؟ يعني حضرتك عايز تقول ان ترشيد الطاقة هيبقى المفروض يكون اسلوب حياة. لما نيجي ننتقل لنقطة ان ترشيد الطاقة اسلوب حياة، احنا يعني ابتدينا نتعلمها مؤخرا، لكن قبل كده كنا بنشتري اجهزة غير موفرة للطاقة، والبيوت زي ما دلوقتي بقت بتحاول تشتري اجهزة عليها بطاقة طاقة ذكية، لكن الاجهزة القديمة اللي لسه شغالة موجودة في البيوت، ازاي نستخدم اجهزتنا بشكل تتابعي بشكل ما يأثرش على التحميل العام، وفي نفس الوقت نبقى قادرين نحافظ على وجود الأجهزة وشغالة في بيوتنا عادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول يعني دكتور، زي ما حضراتكم بتأكدتوا على أن الترشيد هو أسلوب حياة، عايزين نفرق بين حاجتين، بين سلوكيات الناس وده اللي هو يعتبر ترشيد سلوكي، وبين تحسين كفاءة الطاقة. يعني البطاقة بتاعت الطاقة اللي بتبقى الملصق على المعدات والأجهزة، إذا كانت تلاجات أو تكييفات أو غسالات فول أوتوماتيك أو أيا كان، دي بطاقة بيتم لصقها بناء على أداء، تحليل أداء واختبارات بتثبت أن هذه المعدة تعمل بكفاءة عالية. فيبقى أول حاجة أن احنا عايزين نشتغل على سلوكيات ونشتغل على تحسين كفاءة الطاقة. موضوع اللي قال عليه الدكتور علي ان يبقى في صالة منورة وما لا تستخدم، هنا في بقى اجهزة ذكية بيتم بيبقى سنسور موجود بحيث ان لو القاعة فاضية تطفي الانوار، اول ما حد هيدخل في القاعة تبدأ تنور، ودي اعتقد تجربة وموجودة في الفنادق النهاردة، ما تبقى ماشي في كوريدور في فندق ولا حاجة تلاقي اللمبة اللي قدامك تنور واللمبة اللي وراك تطفي اللمبة وهكذا. فالتكنولوجي لازم تستخدم. احنا ترشيد الطاقة بنتكلم فيه من انا طبعا يعني
طالع معاش من وزارة الكهرباء. ويعني عملنا العديد من البرامج على ترشيد الطاقة، إلا إن بقدر ما هو سلوكيات أنت مش هتقدر يعني تحسم هذا الأمر بدون ما يبقى فيه جهة تنفذه. والدولة أصدرت قانون اللي هو 87 لعام 2015، وكان محدد وواضح أن هناك مسؤول لكفاءة الطاقة ومراجعة الطاقة في المؤسسات والمنظمات الكبيرة. احنا للأسف الشديد ده مش موجود، مش مفعل، لم يفعل حتى الآن. ده مفروض يبقى مفعل لأن هيساعدني برضو المباني وكان ليا تجربة في معلش محطة. مسؤول ترشيد الطاقة في مكان ما أو مؤسسة ما، إيه المهام المفروض يعملها؟ بالضبط، مراجع الطاقة ده مراجع الطاقة بيبص على كل الأجهزة اللي موجودة في المكان بتشتغل إزاي وكفاءتها إيه، وبالتالي يبدأ يتدخل طبعا بريبورتنج، يعني لازم تقارير. في تقارير بتتعمل وقياسات وبيتقال والله المعدة دي بتستهلك طاقة يعني زيادة، لابد ان انا اتدخل فيه، والله ممكن اعمل لها ريبليسمنت حتى تغيير خالص لو هي ادائها سيء. تمام، واحنا النهاردة في وزارة الكهرباء محطات الكهرباء بتشتغل اللي هي الاعلى كفاءة، يعني بيستخدم محطات الأعلى كفاءة والمحطات الأدنى كفاءة بيحاول يخرجها من الشبكة علشان يوفر الوقود. فالنهاردة الموضوع إن لم يكن هناك جهة حاسمة تتابع هذه الأمور هتبقى مشكلة. ليه؟ لأن احنا دايما بنقول بنتكلم لكن التنفيذ، مع إن السياسات والقوانين بتوجهنا لأن احنا نشتغل في هذا الاتجاه، لكن للأسف الشديد غير مفعل. نقطة كمان حضرتك، الأجهزة اللي هي الذكية لابد ان احنا نستخدمها، السلوكيات بتاعت الناس لازم نوعي زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. النهاردة هيقول يا عم الترشيد بتتكلم، حتى الترشيد اصبحت كلمة ممكن يعني ما هيش لطيفة عند الناس. فانا مش هبص بس على المواطن فقط، لابد ان انا ابص على كمان على المصانع والجهات محطات الكهرباء. انا كنت مسؤول في محطة كهرباء في حاجة اسمها استهلاك ذاتي للمحطة. كان الاستهلاك الذاتي في هذه المحطة كان 10% استهلاك ذاتي. بمجرد ان احنا عملنا ادارة لتشغيل المعدات، يعني الفنتيليشن اللي هي التهوية، المراوح تفضل شغالة ليل ونهار، درجة الحرارة كويسة او مش كويسة تفضل شغالة، ده بيستهلك طاقة. فاحنا كنا عملنا بقى منظومة لإدارة هذا العمل، وصلنا الى 5.5%. يعني انا وفرت اكتر من 4.5% من انتاج المحطة. فدي ارقام. يبقى احنا مش هنتكلم بس على المواطن كترشيد، لا، وكمان الحكومه. النهارده الحكومه بعد ما الموظفين بيمشوا تلاقي جهاز التكييف ممكن تبقى شغاله، واحد ناس المكتب بتاعه، لابد مهندس بقى المسؤول الطاقه، مسؤول الطاقه. ودي نفتح بقى برضو باب للتعيينات، ان الناس دي تشتغل في المسؤوليه دي، واحنا جاهزين ان احنا ندرب الناس دي، يعني بعد ما يبقى في مجموعات عمل. واحنا نفذنا ده مع الجوامع، خلينا اقول حته برضو في الجامع بعد اذن حضرتك. يعني النهارده المسؤول عن الجامع بيشغل التكييف قبل الصلاه ب10 دقائق، واحنا بنختم الصلاه بيوقف التكييف. الكلام ده ما كانش موجود زمان. صحيح. ده سلوك جديد بعد ما الناس اتدربت وفهمت، بدأت توعى وتعرف ان فعلا المسؤولية مشتركة ومسؤولية مجتمعية، لابد ان احنا نتوافق مع بعض في هذا. طيب لو ارجع للدكتور علي، لو انا عايز اغير من سلوكي فلازم اقدم حافز للمواطن، يعني انا بغير من سلوكي وارشد في الطاقة الكهربائية، ده هيؤدي الى ايه؟ ايه العوائد والفوائد؟ بداية بفاتورة الكهرباء، ابسط حاجة جدا ان انا لما اوفر الفاتورة مش هدفع فلوس كتير. يعني ايه الحوافز اللي ممكن تقدمها للمواطنين عشان انشر الثقافة اللي حضرتك سميتها بثقافة ترشيد الكهرباء؟ يعني هو اول حاجة يمكن وزارة الكهرباء عاملاها الحوافز لها الشرائح، شرائح الاستهلاك. يعني الشريحة اللي هي استهلاكها بسيط بتبقى المبلغ قدام الكيلوات ساعة قليل، والشرائح اللي هي استخدامها عالي في الكهرباء بتبقى الشرائح يعني الدفع اعلى. فدي اول حاجه الشرائح. الحاجه الثانيه ان انا في الحياه
الترشيد الكهرباء ده يعني بيعود على المواطن وأسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة كعملة صعبة، لأن احنا بنشتري النهاردة، احنا بنشتري أصبح بنشتري غاز أهو، بعد ما كان عندنا وفرة في الغاز بنشتري غاز وبنشتري بترول، ما عندناش بترول، عندنا نقص في البترول. فكل ده بيعود على الدولة في العملة الصعبة، تقدر توفره، نقدر عشان الدعم بعد كده في حاجات معينة، زي مثلا أولا الكهرباء بيحصل لها دعم لغاية النهاردة، الكهرباء لأن الكهرباء غالية، إنتاجها غالي، بيحصل دعم. فترشيد الكهرباء انت بتدعم الناس اللي هي بتستهلك استهلاك بسيط. طيب انا موفر في الطاقه او موفر في الكهرباء او موفر في الطاقه عموما، ده بيعود على الدوله نفسها، وبعدين بيعود بعد كده جزء منه بيعود على الراجل الفقير اللي في مصر، لان ممكن اقدم له دعم. لما تزيد الميزانيه عندنا نقدر الدعم يزداد للناس الفقراء، للناس اللي هي معدومه يعني. فالمستشفيات العامة يزداد الدعم بتاعها، يعني المواصلات يزداد الدعم بتاعها، حاجات كتير في مناحي الحياة ممكن يبقى لها ترشيد الطاقة عموما كلها كهرباء أو مش كهرباء، لأن الكهرباء ده منتج من مصادر الطاقة. فترشيد الطاقة هيعود على المجتمع ويعود على الدولة وسياسات الدولة والرفاهية بتاعت الشعب نفسه يعني. فيعني هو زي ما قلنا اسلوب حياه لا يجب ان يتبع، ويجب ان يتم تعليمه وترشيده، ويجب ان يتم تقنينه ثم مراقبته. يعني لازم مراقبته، لازم يبقى لغايه لما يبقى كل الناس خلاص. وده موجود بره يعني موجود بره في الدول المتقدمه سبقتنا، اوروبا وامريكا والحاجات دي كلها. يعني الدول المتقدمه بتقفل الساعه 7، انا بنزل الساعه 7 الاقي كله قافل. يعني انا برجع من الشغل اجيب حاجتي واطلع على البيت معايا كل حاجه، بعد كده المحلات قفلت. يعني احنا عندنا العمليه غير منضبطه صراحه يعني في الشارع. يعني انا يمكن كنت مسافر في العيد الساعه 1 بالليل، وقلت عشان يبقى الطريق فاضي، رأيت الطريق الصحراوي زي شارع رمسيس في عز الظهر. يعني الناس سهرانه ليل نهار، ايه الموضوع يعني الحكايه؟ ربنا يبارك فيهم. ربنا طبعا احنا مصر دايما منوره ودايما فيها مكان مفتوح ودايما مضيافه وبتستقبل كل الناس وبينبسطوا وموجودين معانا، وربنا يديم علينا النعمه دي. امين يا رب. احنا في الصيف والجو حر، وعايزين نبقى عارفين ايه الاجهزه اللي بتكون بتستهلك زياده ممكن تاثر على الكهرباء، وايه الاجهزه اللي ممكن نستغني عنها بحيث ان احنا نقدر نوجه الفرق الطاقه ده للاجهزه اللي تقدر تساعدنا على احتمال حراره الصيف. طيب هو يعني اذا سمحتوا لي بس على عمليه الشرايح بتاعت الشرايح الكهرباء، خليني اقول عليها وبعدين هرجع للاستهلاكات. النهارده في عندنا 7 شرايح في الكهرباء. احنا لو استخدمنا طاقه شمسيه عند العميل النهائي او عند المشترك النهائي، ده هيضخ كهرباء. الكهرباء اللي هتنتجها المحطه الشمسيه هتستخدم مباشره عند الايه؟ المستخدم النهائي. يبقى لا في عندي كهرباء جاي، طبعا هيبقى فيه بس هتبقى الكميه اقل. يعني كل ما انتج من الطاقه الشمسيه هقلل سحب منين؟ من الشبكه. الشبكه دي بقى قصه ثانيه، هيبقى فيها فقد، وهيبقى في فقد في التوزيع، وفي فقد في النقل، وفي فقد في كفاءه المحطه علشان اوفر كميه الغاز اللي داخله عليا. وبالتالي انا موضوع الطاقه الشمسيه يجب ان احنا نركز فيه كويس قوي، وما يبقاش يعني اختياري زي ما هو دلوقتي. او والله اللي عايز يركب محطة شمسية يقوم يروح يشوف كده استشاري. طب خلينا نرجع لسؤالي بعد ما نسأل سؤال استدراكي بقى لكلام حضرتك. هل الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية هل ابتدينا نتوسع في تصنيعها؟ هل ابتدينا نتعامل في مبادرات نقدر نتابعها ونقدر نستخدمها في البيوت؟ اتعمل تصنيع محلي، لكن للأسف يعني ما كانش يعني البرودكشن، الكميات الانتاج ما كانتش كبيرة أو كافية، فطبعا أثرت على وبرضه التكنولوجي كل يوم بتتطور.
أنا لازم أحسب القيمة الاقتصادية للخلايا الشمسية. أنا لو النهاردة استخدمت طاقة شمسية هتوفر عليا كتير وهتوفر، وأنا يمكن ليا دراسة وقدمناها في مجلس الشورى ومنها إلى مجلس الشعب بخصوص إنك أنت الكيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية تعادل 3 كيلو وات ساعة للغاز اللي داخل للمحطة الكهرباء. يبقى أنا وفرت هذه الكيمة، وعملنا دول لو قلنا 200 أسرة، كل أسرة عندها 10 كيلو تركب 10 كيلو، ده بيعمل لي تقريبا حوالي مليون بي تي يو توفير في الطاقة. فمهم قوي، مش عارفين قيمة الوحدات دي، لكن لو حضرتك تقول لنا ده قيمة مثلا كهرباء تمشي البيت لمدة قد ايه النهارده انا لما باجي اشتري، ما هو لازم احفز برضه. يعني لما اجي اركب طاقة شمسية ممكن المشترك النهائي ما يقدرش والله يقول لك لا دي محطة مثلا ثمنها 150,000 200,000 اجيبهم منين. فالنهارده مجلس الشعب اصدر اظن توصيات بان ممكن يتم استخدام قروض من البنك بانترست ريت زيرو انترست ريت بدون فايده تقريبا. الحاجه الثانيه ان انا الحاجه دي ممكن اديها بحافز لان انا وفرت وقود، كميه الوفر اللي انا وفرته يا ريت اشجع بيه المواطن علشان اركب الطاقه الشمسيه. طب لو رجعنا مره ثانيه جوه بيوتنا، ده سؤال بيساله كل الناس بقى دلوقتي. الكهرباء قطعت لفتره معينه، اول ما الكهرباء ترجع هل مباشره اوصل الاجهزه الكهربائيه؟ ده اجراء سليم ولا اجراء خاطئ؟ ازاي اتعامل حتى مع الاجهزه اللي موجوده عندي في البيت بعد فاصله انقطاع الكهرباء؟ ارجع تاني لنفس السؤال. فعلا انا النهارده ايه الاجهزه اللي عندي اللي موجوده في البيت، ولو حصل فصل للتيار الكهربي يفترض ان انا في خوف ان حاجات تبوظ، اروح انزل المفاتيح باستثناء مفتاح للاناره عندي، يعني مفاتيح البيت انزلها علشان ما تيجي الكهرباء بيسموها رش كارنت كهرباء على طول. لو الاجهزه كلها محمله تقوم تدخل على الشبكه، ممكن يعني يبقى في موتور ثلاجه مثلا ممكن ما يقومش، يقوم يحصل له اوفرلود او ممكن يحصل له مشكله. يعني افتح بس مفتاح الاناره بس خلي عندي مفتاح الاناره ولمبه عارف المفتاح بتاعها بينور. الاول ما هتيجي الكهرباء ابص عليها كده اقوم ايه ابدا ادخل الاجهزه بتاعتي واحده واحده. الكلام ده بيدخل في محطات التوزيع في السويتش جيرز بتاعت التوزيع. هو النهارده لما بيجي يدخل ما بيدخلش مره واحده، برضه بيدخل بالتدريج. فمهم جدا ان انا يعني احافظ على الحته دي. السؤال برضه ايه الاجهزه؟ سخان الميه اللي متوصل في الفيشه، صحيح. لو في التشيك فالف اللي موجود اللي هو البلف عدم الرجوع اللي موجود على السخان، لو في مفوت لا مؤاخذه يعني او في ليكج، تمام، ده بيسخن الدايرة وبيطلع المية اللي موجودة عنده سخنة للي فوق. يعني انت بتدفع الكهرباء، بتدفع ثمن الكهرباء وهو بيسخن لحد تاني. فانت ما تشغلش سخان الكهرباء الا لما تكون عايزه يعني قبلها بنص ساعة، غير كده يبقى تفصله. نفس الأجهزة طبعا هم قال يعني أنا حتة الكميات أو الطاقة المستهلكة للأجهزة الأخرى أثناء ما هي أوف، يعني مثلا الشاشه ممكن بتستهلك لكن مش بالنسب الكبيره اللي احنا يعني متعارف عليها، لا ده يعني ممكن نفصل بقى جهاز تكييف وده سويتش، يعني جهاز تكييف بننزل المفتاح لتحت خلاص، تيجي الكهرباء وشفت اللمبه نورت اقوم رافع المين سويتش ده وبعدين اشغل الجهاز تكييف واظبط درجه الحراره زي ما قال دكتور علي 27 26 25 بس مش اقل من كده. تمام. عندي كمان مطور الميه، مواتير الميه لو انا عندي سيفون بيعمل يعني تسريب دي وانا في الدور مثلا العاشر او غيره، دي كميه كهرباء انت ما انتش شايفها لان في محطه ميه بتضخ الميه اللي عند حضرتك فوق بتستخدم الطاقه الكهربائيه، فكل ما الناس بيبقى في اسراف في الميه يبقى برضه في اسراف في الكهرباء. فالمنظومة كاملة لازم يبقى لايف ستايل، لازم يبقى منهج حياة ان احنا نتعامل مع
الطاقة الكهربائية والغاز والمية بطريقة كفؤة وطريقة اقتصادية علشان نوفر الوقود ونوفر الطاقة الكهربائية. خد من كلام حضرتك دكتور واروح لحضرتك دكتور علي. زي ما كان دكتور محمد بيتكلم على ان احنا المفروض يبقى عندنا لايف ستايل او طريقة نتعامل بيها مع كل الحاجات اللي موجودة في البيت. احنا الأجهزة اللي نقدر نتعامل بيها وتكون صديقة للبيئة أو موفرة للطاقة، إيه هي الأجهزة دي؟ وإزاي أجهزتنا اللي موجودة في البيت القديمة ما نرميهاش يعني، ونقدر نخليها أقرب ما تكون لصديقة للبيئة وأقرب ما تكون موفرة للطاقة؟ لا أنا بس عاوز أتكلم على موضوع الطاقة الشمسية، يعني موضوع الطاقة الشمسية. بس أنا عايز أتكلم عن الأجهزة وبعدين حضرتك نتكلم عن الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية والطاقة النووية، الطاقة الشمسية كهروضوئية اللي هي الألواح، والطاقة النووية هو الاتجاه العالمي في استخدام الطاقة وتوليد الكهرباء، ده الاتجاه العالمي واحنا مواكبين هذا الموضوع. يعني تلاحظ ان احنا شغالين في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، طاقة متجددة يعني، وطاقة نووية عندنا في الضبعة طاقة نووية، ودي وزارة الكهرباء حتى الخطة بحيث ان الطاقة النظيفة اللي هي طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة متجددة دي تبقى 42% من الانتاج سنة 35. طب الطاقة الشمسية، اولا الطاقة الشمسية احنا لازم نصنع طالما هي الاتجاه العالمي واحنا دولة مشمسة شمس عندنا يعني ما شاء الله، فلازم نصنع الخلايا الكهروضوئية في مصر. جميل. احنا عندنا الرملة البيضاء، والرملة البيضاء بتتباع برخص التراب، فلازم يتم تصنيع الخلايا الضوئية في مصر. بدلا ما الصين تبقى الرائدة في صناعة الخلايا الكهروضوئية، مصر هي تبقى الرائدة في صناعة الخلايا الكهروضوئية، وبالتالي ممكن نعمل دعم للخلايا الكهروضوئية بحيث ان هي تدخل المنازل وتدخل المصانع ونعملها دعم، بحيث ان دي اسلوب حياة معانا في الطاقة الشمسية. ممكن نعمل خلايا كهروضوئية، وممكن نعمل المرايات برضو بالرملة البيضاء، لان في محطات طاقة شمسية حرارية بتشتغل بالمرايات. فبالنسبة للأجهزة، الأجهزة اللي هي موائمة للبيئة، الحاجة الوحيدة اللي في البيت بتبقى البوتاجاز، لأن البوتاجاز بيطلع ثاني أكسيد الكربون، ده الحاجة الوحيدة اللي في البيت اللي هي يعني ما فيش يعني التلاجة حاجة بسيطة، التلفزيون يعني كلها حاجات حرارية، ما فيش حاجات إلا البوتاجاز تقريبا، التكييف برضو حاجة بسيطة يعني. فما فيش حاجة في البيت هي نقلل البصمة الكربونية بتاعة البوتاجاز، يعني لو نقدر نقلل البصمة الكربونية بتاعة البوتاجاز يبقى ده احنا نقدر نوصل الى يعني عندنا نظافة في البيت من ثاني اكسيد الكربون. كل الشكر لحضراتكم وعلى كل الإرشادات اللي نفسنا جميعا كده نشتغل عليها في بيوتنا وفي أماكن شغلنا لترشيد الكهرباء. بشكر الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، نورتنا وشرفتنا يا فندم. دكتور محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة، صباح الخير على حضرتك، نورتنا. شكرا جزيلا، سعدنا بوجودنا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. اليوم هو ذكرى ميلاد الكاتب والأديب عباس محمود العقاد، الذي ولد في 28 من يونيو عام 1889 في محافظة أسوان. تلقى العقاد القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، وعندما بلغ 7 من عمره التحق بمدرسة أسوان الابتدائية، وكان يستمع إلى القصص الخيالية من كبار السن، وكانت هذه القصص سبباً في تفتح مواهبه الأدبية والشعرية. عباس محمود العقاد أتقن الإنجليزية وقرأ في الأدب الإنجليزي كثيراً، وفي عام 1903 تخرج من المدرسة الابتدائية، واستطاع والده في عام 1904 توظيفه في القسم المالي بمدينة قنا، ثم انتقل إلى الزقازيق. وأثناء عمله كان هو وبعض زملائه الموظفين يعقدون الندوات الأدبية، وفي عام 1906 استقال من وظيفته واتجه إلى القاهرة، والتحق بمدرسة الفنون والصنائع، ثم تركها وعمل بمصلحة البرق، واستطاع العمل في جريدة الدستور، وأجرى حديثاً صحفياً مع الزعيم سعد زغلول، وكان وزير المعارف في ذلك الوقت،
فأحدث ضجة صحفية كبيرة. وفي عام 1916 اشتغل العقاد بالتدريس في المدارس الحرة حتى قامت ثورة 1919، وخلال تلك الفترة عمل العقاد بجريدة الأهرام وأخذ يدافع عن الثورة ورجالها، فتركت مقالاته أثراً كبيراً في نفوس المصريين. كان العقاد مولعاً بالقراءة في مختلف المجالات، وأنفق معظم أمواله على شراء الكتب، ولم يتوقف إنتاجه الأدبي بالرغم من الظروف القاسية التي يمر بها. كان العقاد أيضاً أحد أهم كتاب القرن العشرين في مصر، وساهم بشكل كبير في الحياة الأدبية والسياسية، وأضاف للمكتبة العربية أكثر من 100 كتاب في مختلف المجالات. وفي عام 1964 رحل عملاق الأدب الكاتب الكبير عباس محمود العقاد عن عمر ناهز 75 عاماً. غناك في نفسك وقيمتك في عملك ولا تنتظر من الناس كثيرا، من أبرز كلمات عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد. النهاردة ذكرى ميلاده، اتولد يوم 28 يونيو 1889، قامة ثقافية وموسوعية مصر يعني دائما بنباهي بها الأمم. عباس محمود العقاد حالة فريدة في تاريخ الثقافة المصرية الحقيقة في كافة المجالات، سواء في الأدب والشعر والترجمة والكتابة في التاريخ وفي العلوم وفي الفلسفة. ثقافة موسوعية بتقدم وجه مهم جدا من وجوه الاستنارة ومن وجوه الثقافة المصرية. هو لخص رؤيته في هذه الكلمات. النهاردة بعد 60 عام على رحيل عباس العقاد، ما الذي تبقى من هذه الشخصية الموسوعية؟ إزاي ممكن نعيد قراءة هذه القامة الفكرية مرة تانية ونستفيد من القيم اللي كتب عنها في كتب وصلت إلى أكثر من 100 كتاب في مختلف مجالات المعرفة؟ محطات أدبية مختلفة اتوسع فيها وأثر فيها أدبنا العقاد في تاريخ الثقافة المصرية. خلينا نستعرض معاها ونتكلم عنها مع ضيفنا في الاستوديو في صباح الخير يا مصر، الدكتور شريف الغيار، أستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كلية الألسن بجامعة بني سويف. دكتور شريف منورنا وشرفنا، أهلا وسهلا. ميرسي جدا. صباح الخير. صباح الخير يا دكتورة منى. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم. كاتب وأديب ومفكر وشاعر وناقد، وممكن نقول حاجات تانية كتير، خليط إبداعي ثقافي. إزاي أثر عباس محمود العقاد في تاريخ الثقافة المصرية والعربية كمان بصفة عامة؟ طبعا بشكر حضرتكم جدا، لأنه النهاردة احنا بنحتفي بما يعرف بالكاتب المشروع، يعني زي ما كنا بنقول عن نجيب محفوظ هذا العالم في مسألة الرواية أنه كاتب مشروع. العقاد من اللحظات الأولى من العشرينيات وما قبل ذلك، يعني اتولد 89 من القرن ربما الثاني، العقاد من البداية وهو يعرف أنه يؤكد ويؤصل لمسألة المشروع الثقافي المعرفي الفلسفي، لأنه هو العقاد عبارة عن عجنة من الفلسفة في اتجاه، وموسوعية القراءة في اتجاهات، صحافة في اتجاه ثالث، سياسة في اتجاه رابع، علم اجتماع، علم نفس، دين، ولا سيما الدين الإسلامي والدين المسيحي، والتعامل مع الفكر الصهيوني العالمي ووقوفه ضد حتى هتلر كنازية. فإذا نحن أمام سياسي وأمام كاتب مفكر بامتياز. يعني أنا لو جيت أقول مصر بتمتلك ترسانة من المفكرين، لازم أقول في يعني من هؤلاء المفكرين الكبار الفلاسفة الكبار عباس محمود العقاد. ممكن أقول ده على طه حسين العظيم، ممكن أقول ده على بعض الكتاب زكي نجيب محمود، ولكن لما بقف عند العقاد بنجد أن مشروعه مقسم. مشروع أولا بيحكمه العقل، بيحكمه الفكر، بيحكمه العلم، حتى في كتابته للإبداع بالمناسبة. صحيح. يعني ربما نجيب محفوظ لما جه يكتب رواية كتبها من عباءة الرواية العالمية، بمعنى أنه فهم جيدا تقنيات الرواية. العقاد ربما بيفهم ده جيدا نتيجة لاطلاعه على الأداب العالمية من خلال اللغة الإنجليزية وربما بعض اللغات الأخرى ومنها الألمانية إلى جانب العربية. بنجد أن الفكرة عند العقاد هي الأساس في بناء، لا أقول عبقرياته، عبقرية محمد ويعني كلامه عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلي وعمر بن العاص وعمر، المجموعة المهمة اللي أسست وأصلت لما يعرف بالديمقراطية الإسلامية. جميل. لأن عايز أقول أن أنا أمام كاتب لا يأخذني إلى مسألة الانغلاق الفكري حتى في فترة الإخوان المسلمين في بدايتها. أنا بقول أن العقاد سنة 28 عمل كتاب
وكأنه بينظر لما نحن فيه الآن. الحكم المطلق في القرن العشرين. كلمة المطلق اللي عايز يقولها هنا أنه بيدعو عكس المطلق، بمعنى أنه لا للدكتاتورية ولكن أنا مع الديمقراطية. طب هاخد من كلام حضرتك الحديث عن العبقريات، لأن هي من أشهر مؤلفات وإبداعات يعني عباس محمود العقاد، ودائما المشاهد أو القارئ أو من اقترب من عالم عباس العقاد عارف كويس العبقريات اللي هو بدأها بعبقرية محمد. مرورا بعبقرية الصديق وعلي وعمر وعبقرية المسيح أيضا طبعًا. كتاب مهم جدا عبقرية السيد المسيح. سر هذه الشهرة اللي حازتها هذه العبقريات، وهي أيضا ناتجة عن عبقرية العقاد نفسه. صحيح. لأنه صحيح. في مفاتيح صحيح. مفاتيح عبقرية العقاد أنه يلخص هذه الشخصيات صحيح. ويؤمن بقيمة الفرد في تغيير التاريخ. صحيح. إزاي أقدم هذه العبقريات ووصلها إلى الناس بالرغم من لغتها الصعبة؟ بشكر حضرتك جدا دكتور محمد، لأنه ده السؤال اللي بيأخذنا إلى الكور، يعني بيأخذنا إلى عمق فكر العقاد. كيف أتعامل مع الإسلام، مع المسيحية، مع الأديان بشكل عام، ولكن بالفكر، بالمنطق، بالعقل. يعني لما جه في عبقرية محمد أعتقد أنه أعطى لنا صورة مغايرة حتى لما أتى في الأديان بشكل عام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو فلسف شخصية النبي محمد، أنه أبرز لنا حتى في السطور الأولى من الكتاب إنسانية محمد عليه الصلاة والسلام في التعامل مع البشر، وكأنه يريد أن يقول أن رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن على صعيد علم الاجتماع، لم تكن على صعيد العلم الديني فقط، ولكن فكرة السلوك الإنساني الطبيعي، السلوك الإنساني المعتدل. وكأن العقاد بالمناسبة، وده حتى في منهجه بشكل عام، الإنسانية رقم واحد. يعني إن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ربما يعني أقام هذه الأمة الإسلامية حتى هذه اللحظة، لا أقول بمسألة الفكر ومسألة المنطق اللي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كمان في السلوك الشخصي لهذه الشخصية المجيدة بالنسبة لنا. ما أريد أن أقوله أن ربما كتابه عن عبقرية محمد جاء بالمصادفة، بمعنى أنه كان في حي العباسية وكان في احتفال مولد كده، وإذا بشخصية تتكلم بشكل غير لطيف جدا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أوقفه العقاد، أخرجه من الجلسة، ثم بعد 30 عاما، 30 سنة مرت على الحدث ده، وبدأ عبقرية محمد هذا الكتاب المهم اللي جعلنا بالمناسبة نؤكد على أن هذا النبي المصطفى هو أساس في مسألة علم اجتماع الحياة. جميل. علم السلوك الإنساني، لأنه العقاد في أساس فكره كله هو كيف أمنطق حتى الدين، لأنه بعد السلسلة العبقريات دي أكد لنا عن مسألة الإسلام والديمقراطية داخل الإسلام، التفكير فريضة إسلامية، التفكير داخل البنية الدينية الإسلامية. والجميل كمان إن الأزهر الشريف بعد هذه العبقريات أسند هذه الكتب إلى التدريس في اتجاه، يعني أقام قاعة مهمة باسم العقاد، وده اللي بيأكد لنا على إن الأزهر الشريف دين وسط. كمان العقاد حينما تناول الأنبياء أو الصحابة تناولهم بوجهة نظر علمية وسطية. الوسطية هنا بقى معناه أنه تعامله مع النبي محمد وشخصية النبي محمد على أنه إنسان. صح. هل يستطيع أن يؤثر في غيره في الأديان الأخرى؟ نعم استطاع. وكلام حضرتك بقى اللي جعلني أقول في مسألة الوسطية دي، إحنا بدأنا بعبقرية محمد ثم انتقل إلينا إلى المسيح عليه السلام، وكأنه بيقول عبقرية الأديان. حينما نتكلم على الأديان اذهبوا إلى الوسطية فيها من خلال الشخصيات المرموقة فيها، وليكن محمد عليه الصلاة والسلام والمسيح عليه السلام. ينقلنا إلى فكر آخر فلسفي لا أقول وجودي بقدر ما أقول موسوعي في كتابه عن الله. وجود، كيف نثبت وجود الله في حياتنا وفي سلوكنا وفي شخصياتنا. لذا أرى أن العقاد هو فيلسوف إسلامي، ولكن بين قوسين الإسلام الديمقراطي اللي بيفتح نوافذ الفكر والحياة والحضارة على الثقافات الأخرى وعلى الأديان الأخرى. لذا أرى كان عنده طريقة معينة، يعني كان من المجددين طبعا، كان دايما طبعا ضد التقليد، مش ضد، ولكن كان بيجابه التقليديين بالحجة، ويمكن ده اللي خلاه يتجه للكتابات في الأديان أو الكتابة الإسلامية بعد عمر 50. قبلها كان مهتم بكتابات أخرى وبشكل مختلف من الكتابة. النقطة اللي عملت التحول ده كانت فين وإمتى؟ بشكر حضرتك جدا، احنا لما بنقول كده عن انسان انه حداثي او مجدد،
معناه أنه ليه رؤية مغيرة عما سبق. ربما تجلى ده بشكل واضح في كتاب الديوان في الأدب والنقد، يعني اللي كتبه بالمشاركة مع المزني، وفي الكتاب ده هو تمرد على شكل القصيدة التقليدية اللي قبله بما كتبوا أو نظموا أو الشعر العظيم اللي كتبه أحمد شوقي. يعني نسب شوقي إلى مسألة الكلاسيكية، بمعنى أنه بيكتب بشكل تقليدي، وكأن العقاد في ذهنه من الداخل هو فكرة تطور الشكل والمضمون بما يتوافق مع الثقافات العالمية. يعني هو يفهم التراث، قرأ التراث جيدا، ولكن كما ذكر طه حسين نأخذ من التراث ما هو قابل للتجديد. أنا أعتقد ولا أظن إن منهج العقاد في مسألة التجديد ومسألة الحداثة، لا أقول إنجليزية فقط ولا ألمانية فقط ولا فرنسية فقط، ولكن كمان هو كيف نجدد رؤيتنا إلى التراث، بداية من القصيدة. إحنا بنقول إن الشعر هو أساس الثقافة العربية، هو ديوان العرب. هو جاء عند فكرة ديوان العرب، قال لا، طب ما تيجي مع ديوان العرب ده نغير في شكله، بدل ما نكتب قصيدة بروية واحد وقافية يعني متوالية، تعالوا نخرج لحاجة اسمها الشعر المرسل، أن أتحرر من التكرارية اللي موجودة في القافية أو الروية الأخير، وعمل لنا شعر المقطوعات، وبدأ تظهر لنا مدرسة الديوان في المدرسة دي تحديدا. عفوا، لأنه منطلقا من هذا الكتاب تم تأسيس مدرسة تجديدية في مسيرة الشعر العربي، هي مدرسة الديوان طبعا مع عبد الرحمن شكري والمازني. المدرسة دي أثرت إزاي في مسيرة الشعر المصري والعربي تحديدا؟ طبعا نقف بس الدكتورة منا وقفت عند نقطة مهمة، أنه الفكر المتغير على صعيد إبداع ده بيؤكد على فلسفة العقاد وفكر العقاد التجديدي، ده اللي انعكس على رؤيته للأديان والفلسفات وما إلى ذلك. المدرسة بقى الجميلة هي مدرسة الديوان، ثم مدرسة أبولو، المدارس اللي اعتمدت على البنية أو الشكل أو الفورم الذي أتى إلينا ربما من الغرب، بمعنى تجديد القصيدة اللي أتى إلينا من المنحى الفرنسي، المنحى الألماني، المنحى الإنجليزي، الجزء الأوروبي. أنا شايف أن العقاد والمزني وشكري في مسألة الديوان أو مدرسة الديوان هو فكرة أن احنا نجدد في مضمون القصيدة وشكل القصيدة، بدل من أن القصيدة قديما حتى لغاية كما يرى هو طبعا شوقي أو حافظ وشوقي أنه بتتكلم عن أكثر من غرض أو أكثر من موضوع داخل القصيدة، هو قال لا، طب ما تيجي نتكلم القصيدة كلها تتناول وحدة موضوعية، يبقى عندنا موضوع واحد فقط ويتماس مع فكرة إيه؟ الإنسان بقى، أكلم الطبيعة وأحتك بالكون حولي، أعبر عن وجدانياتي ومشاعري، أزمة الإنسان في القرن العشرين. وده معناه بالمناسبة هو تأسيس لما يعرف للرومانتيقية أو الوجدانية داخل بنية القصيدة العربية بعد مدرسة مطران خليل مطران. طيب العقاد كان له معارك أدبية طبعا. كان شديد النقد لما لا يتناسب مع أفكاره، وكان لا يخجل من أن يطول بقلمه يعني من زملائه وأصدقائه. في معارك أدبية يعني كان لا يخجل من الموضوع ده. مشكلتنا مع العقاد أنه رجل عصامي، رجل يمتلك فكر ويمتلك قلم، فبالتالي هو عنده القدرة الكافية والثقافة الكافية للدفاع عن نفسه. لذا ربما اختلف مع أحمد شوقي، اللي احنا بنقول إن شوقي هو شاعر القرن العشرين، هو مش من شعراء، هو شاعر القرن العشرين بقدرته وكفاءته في بنية القصيدة. اختلف مع شوقي وجعل شوقي ينتمي إلى الجيل السابق أو التقليدية في بناء القصيدة. اختلف مع طه حسين عن أبي العلاء المعري. اختلف مع مصطفى صادق الرافعي، اختلف مع كل ما ينتمي او يسمى في ثقافتنا بالتقليديه. هو مش عايز يبقى تراديشنال، مش عايز يبقى ينتمي لفكره التقليديه في الفكر. وكان العقاد بالمناسبه هو المفكر المتمرد، ولكن التمرد هنا كما قال طه حسين بعد ذلك عن مارجليوس وعن تين في مساله الشك الداوتنج، انا بشك اذا انا موجود وديكرت وما إلى ذلك. بدأها العقاد مبكرا جدا، تعالوا بينا نشك حتى في بعض القضايا التراثية حتى نصل في النهاية إلى الفكر المتمدن أو ما يعرف بديمقراطية الفكر. يعني إحنا محتاجين حلقات وحلقات عشان نتكلم عن عباس محمود العقاد، لكن الكلمة اللي حضرتك قلتها في بداية هذا الحوار هو يعلي من قيمة العقل دائما، يعني يعمل العقل في كتابته الأدبية والفلسفية وحتى في كل الأفكار والمقالات الصحفية اللي بدأها في حياته. فإحنا محتاجين إعادة أو استعادة عباس العقاد بعد مرور 60 عام على رحيله باستعادة قيمة العقل كمان في الكتابة. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا التحليل وهذه المعلومات. دكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. نورتنا. شكرا.
مشاهدينا كنا موجودين معاكم النهاردة على مدار 3 ساعات. خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.